صباح الخير. هاي اليوم 3 مسجات تطرشن منهم صراحة من صباح الخير. ها ان شاء الله أولنا هابي بيرثدي عاد الحين هو بيقبضها عيد ميلاد. البارحة كان يوم الميلاد وصلاح الحين بيقبضها شهر كامل لين يصير وينساها. المهم صبحكم الله بخير والنور والرضا والسرور، صباح الورد المنثور وصباح كل شيء فنان جميل. صباح الجو ما أبغى يعتدل الوقت، ما أبغى الدادلنا حش يا بوكم لا إله إلا الله، ما أبغى يعتدل الجو. أخيرا توني تفاتنت على أم الحناية، يا رب تسمعون هالقرقعة تحت، يشيلون كراسي مكانها ويخمون ويمثثون كل يوم التحرى درس. هذا وهيلة بيس كل يوم أنا أبوه بيتنا نظيفهم كل يوم، الشل والحط وخباط الزل والتخميم والتمثيث والتدعيج كل يوم. شهر 30 ليلة والله لا توني ظهر من حجرتي، ليش اللي ظهر نششني من شبريتي الماكينة هاي مات الهوفر اللي تغسل اللي تنظف الزل. تعوي يا غيري من صباح الله خير، أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار. حشي يا أبوكم هي والله، وأنا من الليدال هاي من الزينات اللي ما تظهر صوت وبعدها وتعوي سبحانك يا رب. هذا محمد طالت عماركم يتخبر، محمد من هالقطر. أبو محمد متى بين بتنزل أشار الفيفاي ودهن الخالدي هو كاتب الخالد إلى قطر؟ إن شاء الله أبوي طال عمرك. بشيرك إن البارحة وصلت السيارة شاحنة من الكبار وصلت قطر، خطفت أبوي من السل الغويفات ومن ثم مركز السعودية ومركز سلوى والمراكز كلها، وتوه واصل قطر البارحة الضحى. كمل ما أدري كم من يوم في الدرب والله في هذه السيارة المبرد العودة وتوه واصل. وإن شاء الله أبشره إن شاء الله اليوم بكرة بينزل في التطبيق رفيق، اللي ينزل تطبيق رفيق ويطلب وصل لاتشار وصل طالت عماركم الدهن والبزار. وقبلها ترى العيش الدهن على عبوتين، عبوة نصمن ما غرش يعني كيلوين، وعبوة العبوة الثانية كيلو، شيء كله بغراش غراش مهات كيلوين وغراش مهات كيلو، وكل فنان رقم واحد. والبزار أوكي أبو كيلو بكرتين معدل، ولا شار ترى تقريبا 3.5 كيلو أو 4 كيلو وزن الغرشة، 3 كيلو يمكن والله ما أدري، ما عندي الخبر الوكال نسيت مكتوب على الكرتون. لين خلص الأوراق وظهرت الموافقة من قطار وسووا السلامة الغذائية وما أدري شو، شغلة طويلة عريضة تونا مخلصين والله. المهم اللي بابو ينزل تطبيق رفيق في قطر النهري وعندكم، والدهنة الخالدي وعندكم، والبزار وعندكم، وعاده وانتو على هواكم. واللي بي طالت عماركم الامارات ترى يطلب من عندنا نحن، واللي بي قطر يطلب ابوي من تطبيق رفيق، هذا كله مكود هناك بدال ما تي من اخر الدنيا لين هني، لا تطلب وانت في قطر يوصلون لك تطبيق رفيق وين تكون. طلبت غرشة وطلبت 1000 غرشة كل اللي وصل هو كلهن ترى الا 1000، ترى ما شيء وايد، الكمية محدودة بشيء كثير حين اللي واصل شيء بسيط. هي ترى خدمة هوم ميد، خدمة بيت يعني ما بمصنع، حين بنسوي عشرات الالاف. 1000 يلا رمى شهرين وهم يشتغلون بشاكير، شهرين وانا معالي روسم شهرين تقطيع وتنطيع وتعقيم وشغله طويله عريضه، يعني شو بقول لكم وايد متعبه ما يسوى، يعني متعب زياده على اللزوم مثل لاتشار هاي.
والأشجار اللي يسمع هو الفيفاي، معروف إن البابايا من الفواكه الحلوة، والمانجا واللي هو الهبة بعد من الفواكه الحلوة. الاثنين طالت أعماركم الناس تسويهن أشجار. الأشجار الهبة يتسوى يوم هو غض خبر. أنا أخذت الفكرة من الهبة وطبقتها، والحمد لله نجحت. بشيركم حبي من كم من سنة الأول جسام شرق وغرب، شرق وغرب جسام هي لبيس مال بلاش، والناس معيدة قلت ما شاء الله حد دنيا أنا يجلس أكد عليهم، أحذرهم ضعوف اليمعة لا أكد عليهم ولا عندي خبر. قلت أبوي تسويق، وهي لبيس الحمد لله رب العالمين سوينا التسويق والأمور على خير ما رأى، لا صاهر لا مني لا منك، رقم واحد ما في حرورة لتقطع اليوف، لا حار هي نعم بك ما بالحرورة، اسمه آتشار لازم في شوية حرورة درسه، نحن ما سوينا شلوط وما في لا مواد حافظة لا مني لا منك ولا شيات. وايد زين أنا والله العظيم يعني ساعات أكمل طاسة هالكبر الجف هاي أقول بها يا حبيب النبي، هي والله أقول بها يا حبيب النبي في ويب وحدة، وايد يعيبني وايد يعيبني، خصوصا أنه ما في حرورة وايد ولا يسوي صاهر ولا في زيوت ولا في سلم ولا في عزرائيل، كل اللي فيه أشياء طبيعية لذلك لا يسوي صاهر لا يسوي حموضة ولا يسوي أي شيء من هالأمور اللي تسوي الأشياء اللي مقيل. المهم طالت أعماركم راح يتريى صلاح، بنصير نستلم السيارة من وكالة قوم الحرتور متسوبيشي، ماخذين سيارة بيكاب وغمارتين. قال لي صلاح لا تسير إلا يوم بي، أحبك العافية زين. بديت أحمد الحب زين، بس عادة بس عليكم يا صراحة خلاص بنرد نرمس. توكلنا على الله. السلام عليكم، شخباركم بخير؟ اليوم إن شاء الله غندير لكم مسمن معمر في الفرن إن شاء الله تعالى عمي. عادة المسمن يسوونه يعني عادة حتى في الفرن. إيه يسوى عادي. بس كذا طريقة حشوة. إنزين. اليوم إن شاء الله غنحط لكم فيه لحم مفروم. نعم. عندنا شوية كزبرة، وعندنا هذا صوص صويا، وعندنا اثنين فصوص ثوم، عندنا بابريكا مو الحارة الباردة، وعندنا فلفل أسود وشوية كمون، هذا نص خشوقة وهذا خشوقة وهذا خشوقة، وعندنا الفلفل بالألوان في غير الأخضر مشوا حالكم به تشووه وتقطعوه صغار صغار، وعندنا أربع حبات بصل كبار هادو كلهم للحشوة. تزيين عندنا زيتون، عندنا سمسم محموس هذا الابيض، وعندنا الاسود، وعندنا الجبن، وعندنا بيضه كامله، هالاشياء للتزيين. وغنجيو لهنايا عندنا شويه زبيده، شويه زيت نباتي، خشوقه صغيره بيكنج باودر، هذا العجين، وعندي نص كيلو طحين رقم واحد، وعندي مليحه مليحه وخشوقه سكر. غنحط الزيت زيت نباتي شويه قبل ما يعجن العجين. ليش شو السر في هالموضوع؟ عشان البصل يطيح يعني قاعد ما يضيع الوقت. تختصرين. بس انت بعدني شوفوا بيكنج باودر خشوقه غنحطها على الزبده والزيت وانا شغاله. يعني حطيت العين. والملح والسكر شويه سكر. الطحين والملح والسكر. الطحين رقم واحد شويه ماي دافي. هذا للطبخة اللي هي حوريكم هذا المسمن ما حد دلكوه ولا اي شيء، حد جمعوه وتخلوه مسمن معمر يعني محشي. مسمن محشي في الفرن، ها جمعوه لا دلكوه ولا اي شيء، جمعت العجين كنجي لهذا الكيس كندهن شويه زويته نباتي، كنحط عليه اللي بقى ليا فيه، كنخليه ساعتين ثلاث ساعات تسووها العجينه بالليل وتقوموا لها الصبح تحطها في الثلاجه، وغنوريكم انا عجين عجناها هل اثناء شو حيل هي البصل بدون ملح، لما نحط الصويا غنضيف الملح. طحت لي البصل شويه غنحط عليها اللحم مفروم والثومه، بس ثاني نشحروا هاللحم زين
نص خشوب. شو حطيتي الحين قبل شوية؟ فلفل مشوي. الفلفل المقطع. شويته وهذا شلت ليه الجلد وقطعته صغار صغار. غنحط نص خشوقة كمون. خشوقة فلفل أسود. خشوقة بابريكا صغار. وهنا الكزبرة والبقدونس كل شيء ضربة واحدة. وهنا غندير هذا الصويا. الملح هنا لما خلص هالعملية حذوق الملح. إذا خاصها ملح أزيد. إذا مو لازمها ملح ما أزيد. نشو ما عارفين الصويا مالحة. حركون الحشوة الحين الحشوة جاهزها لازم تتشحر زين ما زينها نابي هنا غنصبوها هنا بردينها أنا طالت عماتهم تهلع على يكون في الحشوة صنوبر الحين عاد هي ما طاعت أنا عذرت عليها وحين ياسين قال لي الصنوبر خليهم يزيدون على الحشوة على الصنوبر هاي شوتن فيها العافية بعد مرور ساعتين قلت لكم العجين لا تدلكوه ولا أي شيء شوف شوفوا كيف ها بس قسموها على دفعتين يعني حبتين بس سوينا تي؟ لا مو حبتين حوريهم كيف بس جمعهم العجين مرتخية معاكم وعندنا شوية زويتة نباتي ونحطهم في صحن ثاني نفس العملية هذه لازم العجين تكون مرتبة منها شوفوا كيف ناجحة صافي وتصير نخلوها ونحطها على الزيت عشان ما تتغسل ونرجعوا لبلاصتي شوفوا عمي بلاني بلوى هي ما يتحط فيها الصنوبر بس قال لك حط الصنوبر حطيت نص الكمية حطينا بيكنج باودر هنا تخلطوها مع ليش هاش السر فيه؟ احسن عشان ما يجي منفوش وايد حق المسمن هذا ندهنه مكان العمل كنبداها شفتوا اليوم تسوون كذي عجينة بسط ما عاد تفرد معاكم الحين تفرقوا حتى لو تتخرم لكم من هني ولا من هني عادي ها اهم شيء شوف تكون مرخوفة العجينة لازم العجين تكون مرخوفة هذا حق مسمن مسمن محشي في الفرن اللي هو المعمر المعمر هذا شوفوا قد ما كانت العجين مرخوفة قد ما زين كيجي بحال بسطيلة كنبداو وحدة من هنا واللوية من هنا اللوية من هنا حطوا شوية زبيدة نزيدوا واحدة من هنا تنطلق في العجين شوف هنا كنحط في العجين مربعات بحال كندير قطعة مسمنة واحدة إذا بقى لي شوية هنا غالي شوف شفت العجين لما تكون مرخية خلاص ونخليها ثاني ترتاح سوينا الثاني الحين ثاني غنجي هاد نفس الطريقة نفس الطريقة هادو اللي رخفناهم قطعت الأولى وحوريكم الثانية تحسبون واحد اثنين ثلاثة شوف كطلع لينا ثلاث قطيعات كنجيبو ثاني السكين ها هذه كم الكمية الطحين؟ نص كيلو عمي نص كيلو كم حبة تسوي؟ 12 حبة شوفوا كندهنوا الطاولة وكنخليهم حتى هما يترخفوا جنبنا عشان جينا العجين كلها مرخوفة ها أنا سويت الأولى وحوريكم كيف الطريقة الحين على فكرة ترى هدى مسوية نحن لأن بيت عود
هذه الكمية كلها هي مجهز جهز جهزتها، يعني مسوي الطريقة اللي تشوفونها سوت تمرتين، مرة لكم أنتم كمتابعين تتعلمون وتفهمون الطريقة، ومرة من قبل هذه حق اللي بيدخل الفرن مرة واحدة. شفتها صغيرة زي هذه دهنوها وكنجيبوا العجينها، شوف شوي شوي على العجين عشان العجين كلها مورقة، كنحط العجين هني، كنجي الحشوة كنبدأ نحط. أنا حبت صنوبر مالتي، ما لحد صنوبر. هاي 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 يا عمي هانتوما، شوي شوي على العجين عشان ما تتقطع، احنا حنحطه على ورقة واحدة ما حندوبله العجين. شوف خلاص، أنا لأني أنا ما أحب الأكل اللي فيه عيين ريج، أنا أحب الشيء هانتوما. كتجمعوا كأنكم قاعدين تسوون البسطيلة، شوفوا كنغطي وقاع هذوك الفتحات كنضغطوا بحال هكا. سامحني عمي وقف. شوفوا طوا قطع وحداكم شويه زيت قطيره نباتي، شوفوا هذا الله الله، ايوا مرتبه كنحطوها. احنا جايين نسوي وحده ثانيه. شوفوا هني شوي شوي على العجين عشان ما تتقطع. كتجي ناجحة هالعجين مليون في المية، بحال مسوين هاد العجين المورق. ها تاني وكنضغط بشوية كل شي حاجة مع عمي لا تخاف. كنحط كنبدأ نغطي في الحشو حتى العجين ذاك اللي يغليد هنا، وانا كنفرد بيه بيدي. شفت العجين لما تكون ناجحة كتمشي معاكم، طوع معاكم في المو بغيتو تحطوها. ها كندير هكا نضغط تشخلون البيض وتحطون عليهم نقطة. شو هذا حين؟ صويا صويا صوص. خلطوا اللي ما يبي يحط هاي حط خل لكم الاختيار. ليش الصويا صوص الحين حط شو هذا؟ اللون شوية عمي كتعطيه بس. وها اي واحدة تحطون عليها تذوقون، اي شيء تبون تحطوه من فوق تاني لكم الاختيار. انا ما نجبر هذا خليتي سادة، هذاك سادة بعدين ححط عليه الجبن هذا. انا ما بغيت احط الجبن الحين عشان ما ترتب شيء. حطت عليه زيتون مقطع، شيء حبة البركة، شيء سمسم، شيء جبن سمسم اسود. هذا ما بسمسم اسود، هذا حبة البركة. هذا ما بسمسم اسود، هذا مو بسمسم اسود، لا هاي يسمون سويدة حبة البركة. حبة البركة سويدة ولا حبة ولا سمسم؟ سمسم. شوف هدى شو هذا؟ سمسم حلبي حبة البركة. ايه حاج مخلص لي زيها. المهم هذا لازم هذا ها 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 عشان ما عشان ما ينتفخ. ها حيت هذا قشره رقيق. شوف انتوا ما ها 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 شفتوا هذه كيف مختربة؟ سويوا لها كذي من تحت بيدنا ونرتبوها عشان تجي دائرية حيت العجين كله. حط الجبن. ما حط الجبن الحين عمي، بعدين لما بطلعه عشان ما يتحرق. خلاص الحين على الفرن. يعني الحين اللي زينتي زينتي، واللي ما زينتي ست حبات هذا حق مع الجبن. هذو ححط عليهم الجبن من فوق عقب ما يجهز. بس حطيت طاوات الاثنين، درجة الحرارة 175، حخليه 25 دقيقة. تعال عمي شوفوا لما يصير يحمر تحط الجبن. الحين بقات لي غير دقيقتين وحطفي عليه. كم باقي له؟ شي دقيقتين عمي. لا ما خلنا الريح. هذا الريوق اليوم ريوق. مسمن معمر في الفرن. شاي قول عمي شاي. شاي لا صار ولا استوى. ابى اللي بسمسم هذه 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 العيون. شوف 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 شوف. يا سلام يا سلام. خيبة تخيبت حار ضو من الساعة 6 ونص. صح يا سوي بدي ناخذ هذا من الساعة.
كيف عمي؟ على ورقة واحدة يبني العليل يعني فوق عن الزينزي نمبر وان. أبى حد يقول لي المنظر ما بجميل، أبى حد منكم يتنسخ بس لو نسخ يقول المنظر ما بجميل ولا بفنان. ماشي شارات الخضرة في البيت، ماشي شارات اللون الأخضر، ماشي شارات اللون الأخضر، خصوصا إذا بتقيطن البيت من خارب من خيل. يا سلام يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله. قرب الله في الهليكوبتر ما تخطف اليوم، تحيدني أصور غياض. سمعتوا بالغياض؟ هذا هو شرخي عسم، شرخي عسم أبدا. من تشوفني أنا يي تصور دارتي، لا 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 لا، مرة معالي بيتنا الدور ما تصير لا شرق ولا غرب. شو ما شاء الله الموصلية، كل ما خفينا منها سوينا ترقيد هوائي كل ما شاء الله زانت وشاخت. تبارك الرحمن، هذا الحين وقت التسميد، الحين وقت السماد. كل شهر كل شهر كل 20 يوم كل 15 يوم ابدا، دام اللي عندك سماد سمد، لكن ضروري يكون معقم ومعالج طول هالفتره. مش معناته في القيض ما شيء تسميد، لا، حتى في القيض شيء تسميد لك بنسبه خفيفه خفيفه. الحين بين فتره والثانيه كل اسبوعين 3 كيلو 5 كيلو 3 كيلو 5 كيلو، لكن في القيض نص كيلو دور ما دار اليدع من بعيد، ذراع ذراع ونص. هي اللي ياكل ياكل بس في الشتاء، ما ياكل في القيض. شي راح تاكل تبه شيء يغذيها. يلا احنا بهذا كل الطوع. يا ربي، هاي حجرة احمد ولدي طوع هذا هالكذب. لا اله الا الله، انا ما شفت هذا كل الطوع. يستوي والله، من الله يهدي من يشاء. استغفر الله العظيم. ايه تحرم، حد سالم انا من شري؟ ما حد سالم، لا ولد ولا بنت ولا عيل ولا تيل، كل حد ابوي، كل حد ياخذ نصيبه، كل حد ياخذ نصيبه، كل حد. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. السنه السنه بوري في هالتنور الفنان، بنسوي لكم اشياء لا قد صارت ولا قد استوت. الحين عاد هذا وقت الحين نشيل الطرابين، ما نشيلها مره واحده عسى ما تيه صدمه الزراعه، ما تيها صدمه. اليوم شيء، بعد 10 ايام شيء، بعد 5 ايام شيء، لين يصير وكلها ينشلن وينغسلن يتربعن ينحفظن لين الحول. الحول في شهر 6 ركبناها، من 6 لين 10 4 شهور وبس، كفى الله المؤمنين القتال. عسل عسل، سلام عليكم، كيف حالك؟ شو اخبار؟ كل شيء زين؟ الحمد لله، تستاهل. شو تسوي؟ زين زين، شكرا. فلذلك قيل سبح القيطون فقد هم بسرقة، فلا تأمن القيطون حين يسبح. هذا المهم، المهم صبغناه هذا نحن البارحة، صبغناه وعدلناها، شيء أبيض شيء أسود. المهم هاي يوم يقول خلنا نتعلج ورطة، بيبهت بعده يومين ثلاثة بيبهت. قال والله الحلاق بننزل إليه هني نسوي أسود. قلت عنبو، معنبو من ما شيء أبيض يلق، لين مرة الأسود ظلام. قلت لا لا، خلي هذا الزلف، خلي هالنمونة. المهم سبحت غيطون همت بسرقته، فلا تأمن الغيطون حين تسبحوا، يعني ما على الغيطون عادي يقولون هذا هو، يمكن يطلق على اسم الثعلب يوم يأكل الدياي أو يسرق الطيور ولا شيء. فلذلك حذرك من هذا اللي يتغبى وراء 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 شيء ولا شيء، يحط له ستار يندسم وراه، يعني يبين للعرب شيء وهو شيء آخر، يبين للعرب شيء
وهو شيء آخر. هذه مصيبة، هذه مصيبة، قربة خطر، قربة ناقوس الخطر، ناقوس الخطر بكبره. إيه هذا اللي الإنسان اللي تشوفه من برا هلا هلا، من جوا يعلم الله. هذه مصيبة من المصايب الكبار، هذا لدغته والقبر واحد، لدغته والقبر واحد. فلذلك طار الحذر ثم الحذر ثم الحذر ثم الحذر ثم الحذر ثم الحذر من هذا أبو الويهين. هذا متغلب الشخصيات، خاصة إذا بعد كان علني، علني قدامك تشوفه. هذا كل يوم في حال، كل يوم في وضع، كل يوم يوم ملة، يوم راعي طبوب، يوم راعي طرب، يوم راعي طبل، يوم راعي كيف، يوم راعي سهر، يوم راعي رقاد من المغرب، يوم راعي نش الفجر، يوم نش الضحى، يوم هذا يبوك يا رب الواحد تروع منه. هذا تروع، هذا اللي يسمونه القمار، قمار يقمر على عيون العرب. وش ها لقاية في نفس يعقوب، هذا عاده عدو غلط منهم، يصبحون الصبح هي لبيس، يقولوا لي والله انت ما تذكر الله الصبح؟ اذكر الله الصبح، اصور عمري وانا اذكر الله، اذكر الله بيني وبين ربي، اصلي اصور عمري، اقبض مصباح هي لبيس، اسبح، شوفوني انا اسبح، ادعي للوادم، ادعي للوادم في صدر الغيب، ما ادعي للوادم اشق التليفون اصور عمري وانا ادعي للوادم، ولا عطوه ولا فلان انه يستوي له النمون. ليه انا منو؟ انا من لمدي، انا من لمدي. نعم الو نعم يا دبي ريال، يا من دبي بعد تكذب. ايه صح كلامه بعد. شوف بعد انت جيت، يلا بي جايكم جايكم يلا. هذا محمد البادئ متفيزر ويا صلاح في الميلس، وحين عاد انا سامحوني بسير عندهم وبنسولف عاد هناك. شقره يا شقره، شقره يا شقره، شقره يا شقره، مسمين هالشقره. حمود كيف ذكرها؟ هاي جايت لنا طالت اعماركم هديه، والبهاين علي خليها العبوبها، كل يوم اشوف لبها الا من داخل خالي خالي لداخل. هاي صح مدلوج. بسم الله الرحمن الرحيم. شو اسمها؟ شقرة يا شقرة، شقرة يا شقرة، شقرة يا شقرة. يلا شو هذا الحين حاطه انت مفورجت؟ ايه ما نعنع. نعنع لو جت زين. زين كم نازل بالله عليك؟ انا ما اقول كم نازل. زين ما ادري. الحين انت مسوي رجيم من ثلاثة ايام، اولها كم نازل محمد؟ كم قالت توا؟ توا شيء خمسة بعدين ثمانية. بحب بعد شوية توصلها ثمانين. شفت العين؟ اشوف يزيد قال. ايه الله هالنظرة الشريرة. والله لا تشتلك. نقلب عليك؟ لا. تريله تريله. سيد القبر ما في علاج. لا مو القبر، هو اللي حيطر شكل القبر. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بهدى. والله والله إيه لا لا تاكل كله دا. لا لا ما تاكل لا 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 والله اقول لك ما جبت حق عمي هدي امس كان ابني يبتلع. يا بلي هدي ما خلى شيء ما اشترى امس من دبي. انا شفت الساعه قلت حق عمي ويب اقول عمك ما يرضيها الساعه ليش ان شاء الله ليش والله لو ضرب 100 ما يرضي والله لا 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 ان شاء الله حلوه الساعه اللي خدع عمي. ايه شفتي حياه ابوي هذا ابوي مني شابه شو انت شي خلصك انت منو هذا ابويا لا ابويا انا انت بعد ابوك انت خسرني موت على الموت واس النار مات من زمان مات كان ابوي يوم يتوفى يوم يموت كان ابوي كان ابوك انت بعد سبحان الله يستوي المهم صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور شو كده وصل يا كده الحين بنصير ناخذ السياره الساعه 11 سكر الحين 11 11 يسكر العصر الوكاله ايه انا قبل الحين بنصير انا وانت وهدى ومنهد وعناية لا بنصير كلنا بسياره واحده بنصير بسياره برد بسيارتي صراحه شفت محمد البادع شفته شو اخباره صراحه ها
بلا شو بلا قال لي يا ريال حتى رش الصالح 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 حتى رش بكره حد حي بعد بكره حد جي حقه هو انا وياه زين وانا قالوا لي لا هو يقول لي لا تقولي حق عمك ما عليه الله اكبر عليك يا القمار يا القمار هذا لو ينطلق لسانه بيسوي اليوم ما له حركه ما له خش الله بس اشتروك بضربين عطر شو 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 هذا الكلام ما سويت صوره سويت صوره حق البدر ما البدر ما له خش الله كيف انت سافرت وين بسافر؟ لندن انت عندما بالحينه اليوم انا موجود بسير المدينه ايه معرض التمور وين تمور تمور تعرف مهرجان حنان مهرجان التمور سنوي من حول للحول وبرد الليل وباكر الصبح بنسرح بنسير المطار انحل لا انت لا انت ما تقدر لان السير يومين انا محمد عثمان ومنهل وهناك فدوى سلام فدوى سلام فدوى الممثلة العمانية فدوى سلام أو فدوى سلام قرب الله تنسي الله لا تسلم عليك إذا كانت تتحرك متي ورايدة حبة جميلة إيه المهم فدوى طلعت عماركم من شخصيات الطيبة في السوشيال ميديا وبيكون إن شاء الله إعلان مشترك بيني وبينها وبنكون إن شاء الله موجودين في البوسنة لمدة يومين بيكون يوم السبت بنوصل بنيس اللحد والاثنين برد إذا الله رد كم والله بخاطرنا نودي هدى لكن الفيزا كانت صعبة وبرد يوم الاثنين وبنبات في دبي والأربعة بنسير مسقط تعافية إيه تعافية بس الأربعة للخميس من الخميس لليوم عمل يوم علي السبت من السبت للحد تعافية أربع ليالي أنا ومحمد عثمان عافية زين شوف بلاك زعلان أنت عافية زين بنيس أربع أيام برد بنيلس يومين بنسير قطر صلاح شو هذا هلا تولي تاريخ 24 ألو شو هني هذا حاطت لك مخدة فقيرة هيزاها الله أكبر عليك هذا ناصحكم يا بدو في النار طيب بالبلا بدو دبي شوي بلا بيده على هواك بلا بغيت ليلة ولا ليلتين؟ وين هنا؟ شوية زعلان. على هوا بغيت تبات البيوت عندك. بغيت تضوي دريولك وسيارك تحت امرك على هواك. وانت بلاك مبوجر. اسمع والله انا مستانس بس اليوم مو زعلان. ليش؟ كل سوالفكم الا سافرت ولا رديت ولا ليش تبغانا نسوي؟ انا بسافر ويا صراحة قال لي ما بسافر. سافر وياي؟ لا. ما شوف شيء طاح بداله. ارتبه شيء يتكهرب تليفون هي هو جلع عيني ولا تزخ تليفونه جلع عيني ولا تزخ تليفونه هو لازم يشل التليفون اي تليفون ينحط لازم هو يشله بس ما حد يمس تليفونه اشيل تليفوني لا ليش شلت تليفوني صلاح هذا محمد البادع ابو علي تعرفه؟ ما اعرف هذا ابو علي كل نفسه كل يوم الحين يعرفك بنفسه ما تعرفه؟ كيف؟ ما باليد الحين تليفون منو هذا؟ شي خسك تليفون البادع انت؟ يوم صورت رده شوف شوف الحين يوم يبون المدخن وتشوف الضو وايده لازم تعق تخف منه هذا اولا وان تمت الضو وايده تتريى لين شويه تفتش الحروره عنها وترمد وتحط عندها كسره العوده ان كانت الضو وايده ولا حول الغسول تغط العوده بقطره ماء وتحطها في المدخن هذا من العرف هذا من العرف طارت تعال هدى سيلي بدلي الغسول زين بدلي الغسول مو اسمع بدلي الماي ها الحين عادة طارت عماركم تازم العودة تفوتخ برا تعطعط وهي يخف ماها وتجلس تظهر حتى الأصلية سيري عادة منك انت تفضل يا ابو علي من العرف طارت عماركم اللادمية يوم حد يجيه البيت اول ما يجدم المدخن كان يعلق هواء هذا على هو على حسب الرغبه انت شو بيكون عدالك لازم وانا اكثر ما يعيبني لازم السخام سمر انا ما داني المدخن يوم فيه السخام الصناعي انا ما داني الا السخام السمر لازم الفحم مالنا العربي يكون الكبار
في كل هالبيوت الكورات تتهادر يوم يبون المدخن حطوا يا مرتين ويابو عمروا هل بالبيت ويابو لهم يا مرتين لأن طالت عماركم هذا من العرف ومن من من العادات والتقاليد إن كوار في طرف البيت إن كان بيت عود ولا صغير ما يخصه ويدخنون الوادب من طرفه هبي لا يلبقوا ضوء لا الضوء دوم هلابجة ويزايدونها يزايدون الضوء شفيه طالع هي شريرة ما حد بيقول خلاص هي تحرانة بق لا لا المهم المهم طالت عمرك فهذا من العرف أنه لادمي يوم يجيه هذا طيب سيد المدخل سيد المدخل ها هذا لا يعود هذا طالت عمركم بعد من المقولات المأثورة يوم حد يمدح عندك عود لا تقول هذا نحن جايينا ولا عدنا ولا شيء تلا يعود تلا يعود حق اللي مدح العود ما دني نفسه ويتريى ان حد يعطيه منه يا ستأشرين عندك تكذب ورب الله ما عندنا اخوي انا ما ايه؟ شيء لي زين يقولون تلا يعود مثل ما انا يقولون تلا يعود خلاص ترتبني حجيب لك صندوق رتبت انا رتبت انت ما ترتبين ما شفنا ولا شيء سخي عاد سخوا هذا طالت عماركم عود جايلنا من عرب غالين البارحه عود هندي على بطن وظهره تسيرات ما والله والله ما بتسيرات تشرب خيبه عود فنان صنفي من العود الهندي الاولي الفنان يعني وهم اخذين بهذا الحكي لكن حسبوا عليهم وايد غالي وايد غالي ومضني المبلغ قلت في خاطري اسميهم العرب لوتي والله حتى لهلك وايد المبلغ وايد مبلغ وايد دخن صراحه ما 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 اعماركم مدلوج سح جايينا من عرب طيبين يعل عمرك ان شاء الله يم عمارو ما انطريت لسه بيعرفون شو بيطلبون وبيحشرون انزين مهزاع المهم يعل عمرك يا مهزاع عمرك عيب النبي طول بعمرك يجعل عمرك على طعامه وقعامه يطرح لك البركه في هزاع وذريته واخوانهم وهلهم وكل ما تحبين تودين ويغفر ان شاء الله المؤمنين والمؤمنات المهم هذا ريوقنا طالت عماركم فتح بسرعه 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 ريوقنا طالت عماركم دنقوا كبار وهذا هذا قلنا لكم اللي هو بديل لبناني ومحلى زايد وهذا محلى زايد زايد لا خلاص على هواك انت شو تبى بيعطونك شوف شوف القرص كل قرص ارفع ها البادع امسك شوي تحت امسك شوي بين العرب شوف القرص بقرصه وفي هي انا توني لاطم ذني ما عليك بس بعد تلطم هذا لا لا بس بس دبا هدي هدي كم تاكل من هذا ما يسدها يونية بيعه خذ واحد بيبيع البيت شو تبه؟ ان شاء الله الريوق الملكي هذا الريوق الملكي قرص مشاوة والدهن دهن مهياوة مهياوة وادي قالوا والله ما حد يسميه مشاوة يسمون مشاوة باللهجة المحلية اللهجة المحلية يسمونه مشاوة وباللهجة الناس اللي من غير مهياوة لكن باللهجة الدارجة بعضنا ما بعض بين البيوت وبين الصدقان والأهلية شو ريوكم قرصوا عليه قطرة مشاوة ودهينة أو دهنة ويا مشاوة ولا دهنة مهياوة كلها واحد دراني ولا شيء إلى العلوية بعد تضرب خمرة الراس أوه. شو يبري العديد اللي علي ينبه البادع بسير ويانا؟ لا بسير عندي شاء الله هدا بسير ويانا؟ تعال بنسير الوكالة وكالة تم تسبيش بسيرين ويانا؟ الحين هي حين نشاور جالس نصور حق العرب تعرف بسيرين أنا ما بعب أفراقك حتى أنا والله ما بعرف هكو الدربية سي ها يقول go with us صلاح أنت بسير؟ بسير ولا لا؟ يلا يلا حينه
الزراعة يحصد منها صاحبها خير والدر عليه بالخير. زراعة النخل، زراعة الأشياء هذه ما كان موجود هذا الشيء منها، ولكن اليوم الحمد لله وجد. صلاح هدى، صلاح تركب وياكم هدى ولا ويانا؟ انا اسالك اسالك لا. ليش ما اركب وياك؟ عيب هذا يوم القيامه. هدى تركب ويانا ولا ويا صلاح؟ لا انت تركب ويا اسد ويا الفلبينيات مالاتك، ونحن بنركب ويا بعناية انا ومنهل. ركب وياك هدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متوكلين على الله، سعرين وكالة الميتسوبيشي نجيب المبروكة للمزرعة السيارة الجديدة. المهم طالت أعماركم اليوم، طالت أعماركم يوم استثنائي بالنسبة لعشاق النخب، لعشاق التمور، لعشاق المزادات، لعشاق المهرجانات. اليوم طالت أعماركم انطلاقة مهرجان ليوة للتمور. مهرجان هو مهرجان للتمور ومزاينة، اللي هو كل إنسان يظهر اللي عنده من جهد ومن تعب طول سنة كاملة، وهو ييلس يعدل ويزين إلى أن، لأن المهرجان هذا من حول لين حول، وكل سنة يظهر شيء أخير، وكل سنة يظهر شيء في تطور غير، من طريقة التغليف، طريقة التخزين، طريقة التنظيف، طريقة وايد الطرق اللي يتخزن فيها التمور ويتزاين بها وراعيها يتباهى فيها. فلذلك طالت أعماركم اليوم يوم استثنائي بالنسبة لأهالي دولة الإمارات من الفجيرة لين السرع. هذا اليوم يوم من الأيام المشهودة، من الأيام المبروكة، من الأيام اللي كل الناس ياس تريى اليوم هذا بفارق الصبر من العام بالسنة. يوم طالت أعماركم تاريخ 11 من اليوم لين تاريخ 20 أكتوبر، يعني عندك من اليوم 10 أيام بالضبط في المدينة في منطقة الظفرة. كل سنة عادة يستوي الموقع في ليوة، السنة قربوا لكم الموقع ما يقارب 70 كيلو إلى أكثر، يزيد شوي واللي يقصر. المهم في مدينة زايد في المنطقة الغربية في مدينة في منطقة الظفرة. المهم طالت أعماركم المهرجان هذا فيه البيع وفيه المشترى وفيه المزاين وفيه الزمط. الزمط اللي كل واحد يزمط يشوف انتاجه، يشوف تعبه، شو انتج، تقدر وتطلع الجوائز وتطلع وتحصل الناس على النواميس والكاسات والجوائز العينيه والماديه والفلوس، وتحصل الناس على التقدير، تقدير تعب السنين هاي اللي طافت كلها. فلذلك نحن عندنا شجرة النخيل من الأشجار اللي نفتخر فيها، نفتخر فيها ويانا من يوم الدنيا دنيا لين اليوم أصبحت العالم كلها أغنية. والسبة فضل الله سبحانه وتعالى والحفاظ على نعمة النخلة، نعمة ما ينعق منها ما تطير به الدبابة على يناحها، من عرجها لين بيدعها لين زورتها لين اسعفتها لين شوشتها لين ليفتها لين كربها، كل شيء فيها له استعمال. فلذلك صديقة للبيئة وصديقة صديقة الإنسان ومذكورة في القرآن. في مسابقات وفي طالت أعماركم جوائز عينية ومادية، في معرض للرسم، في جايبين السنة بالمستحدثين طالت أعماركم قسم خاص لهالعراق، تمورهم وفنونهم وأشياءهم وثقافتهم. في مسابقات بعد طالت أعماركم للطبخ والنفخ والعبالة كلها. المهم في فعاليات ما شيء كثرها. فلذلك طالت أعماركم نطلب من الله سبحانه وتعالى أن الله ييسر الأمور، ونحن اليوم بنحضر وبنسوي لكم التغطية اللي الله كاتب منها، والمعرض مستمر طول العشرة أيام الجايات. شيء زين وفنان وتغيير جو، واحد يشيل عائلته، معرض عائلي مرتب متعوب عليه معد لهالمعرض من السنين، هم متعبلين يعدلون ويجهزون من العام بالسنة وهم يرتبون إلى أن أصبح اليوم
على أهبة الاستعداد لاستقبال الجماهير. مرحبا بكم دول مجلس التعاون، وأي ضيف وأي إنسان وأي إنسان ساكن في البلاد إن كان مقيم أو زائر، الظفرة ترحب. معرض ومزاين التمور ومهرجان التمور في ليوة في منطقة الظفرة، بنحط لكم اللوكيشن والموقع وتشريف هيئتكم وفرق صاحبة للحدث، فنون وعروض عسكرية، في شيء بالعظمة في أبوظبي في العاصمة مستوي في العاصمة بعد شو تريون، ما شيء ما تنقز إلا السمين قلنا لكم تول. هذا عناي وين بتفيزه. نحن وصلنا طلب عماركم وكالة الميتسوبيشي موتورز. ها صليح ها يلا تعال 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 ما في شيء، هذه البكاب ها تنقى وين تبى، ها هنتين تنقى اي وحده تبى انت. يا سلام يا سلام يا صليح، ايه شو رايك انت يا زبون؟ ها على هواك انت اي وحدة تبه. ما شاء الله عليها. ما شاء الله ورا كل ابوي ثلاثة قدام خمسة غير عادي اوتوماتيك الجير دبل بغيت فل هي ما بحلوة عيا نسوي نحط لها مخفي بعد الحين افتح افتح الباب من هل يلا يا صليح على هواك. ما شاء الله الله صلاح شوف شوف صلاح شوف العروس هناك. عليكم السلام مدام، كيف حالك؟ How are you؟ السلام عليكم. This is for us. يلا صلاح شوف شوف سيارة. لهب كذاب ها. هذه معدل. كيف حالك؟ مرحبا بك. أنا اسمي خالد الخالدي وهذا مسيو صلاح. كيف حالك؟ ها صلاح شفت العروس؟ عروس 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 مخدرة ومعدلة ما شاء الله يا صلاح. هاي هاي ميتسوبيشي ها على هواك انت. يلا الله يبارك فيكم الله يحفظكم، شكرا جزيلا على هالشيء الجميل. عاد ترى الحين رفع الستار عنها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على العروس. مبروك مبروك مبروك. ايه عروس عروس شكرا جزيلا. شوف صلاح ها افتح ها. Thank you very much madam. Thank you so much sir. Thank you thank you thank you very much. صلاح شوف كيف مبروك ايه سيارة ويا عروس. يبارك فيك. أول واحد يركب في السيارة أنت حق تتبارك السيارة. هي يلا. مو ما يركب مو أنا. أنا وأنت واحد اركب اركب منه. يلا يلا. بدنا نشوف وصفات سيارة. خلي السيارة.
ماكينة 2400 بترول طبعا دبل كابين ماكينة مزدوجة طبعا فيها أثمان هي مساحة تخزين ممتازة للسيارة ممكن تشوفها معنا حياك الله أخوي بطل تيجي فيها طبعا أضواء أمامية قلام طبعا فيها ستير ويل 16 طبعا من الداخل مقصورة كمان كرسي صائغ في كرسيين متلفقات كمان للأمام هاك الملكية شوف صراحة الملكية إيه طبعا مصور خلفيتي في جبل كبير السيارة إيه زين حق اللي بيركبون عمال السيارة إيه ومن هذا وها وها ما شاء الله بورا بعد هذا ركبنا طبعا إحنا بالداينر حماية للتخلط إيه كم سلندر هذه طبعا 4 سلندر بترول أربع سلندر يعني ما تصرف بترول ما تصرف بترول ممتازة إيه تقريبا تمشي تقريبا 10-11 لتر كيلو في اللتر ما شاء الله ما شاء الله ممتازة وعملية ما شاء الله مبروك يا صلاح مبروك 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 يا صلاح مبروك يا رب الله شكرا جزيلا حياك الله أنا سيد حمد الله يسعدك تخبرني شو عندكم السيايير اخي خالد عندنا من السيارات عندنا سواء كان احس اغلب توجهها ميتسوبيشي هي السيارات الاس يو في العاليه اللي هي عندنا طبعا هي الاي اس اكس عباره عن شو 2000 سي سي 4 سلندر نعم وعندنا كمان هي الكليبس كروس كمان 1500 تيربو بعد 4 سلندر شو معنى 4 سلندر يعني هذا يعني عشان ما يصرف مصروف اقل في البنزين قوه ممتازه وحتى السيارات هذه شو السيايه هذه مونتيرو سبورت هذه 6 سلندر 3000 سي سي 8 غيارات الجير بوكس سياره عاليه بامتياز ممتازه فيها ديفلو وسياره فور ويل طبعا جميله ما شاء الله جميله ممتازه كم سعرها هاي هذه تبدا من 108900 تقريبا ما شاء الله يعني مش غاليه يعني سياره اسعارها ممتازه وحلوه الحمد لله وايد جميله دائما عمليه ممتازه الحمد لله شوف اللون هذا ما احلى هذا بعد الاوتلاندر هذه 2500 ماكينه اربع سلندر بعد مدن جبان جابانيز براندز طبعا اغلب سيارات مدن جبان الحمد لله وسيارات عمليه موفره في البترول تغذي طبعا للشركه للافراد للعوائل والله جميله هاي السياره وايد جميله وفخمه شو الفرق بين هذه وهذه؟ هذه زي ما حكيت لك هذه 6 سلندر من سبورت هذه 4 سلندر الاوتلاندر اسم السياره هاي الستة بالضبط اثنتهم طبعا 7 مقاعد فور ويل درايف فيهم اوبشن طبعا هي فيها كراسي المساج كراسي الميموري فيها الخروج على المسار ما شاء الله 4 كاميرات النقطه العمياء فيها كثير مواصفات ممتازه بالاضافه طبعا ل 7 ايرباك بحكي على الاشياء اللي هي السيفتي محمد نايف مسؤول مبيعات في موقع نقدر الناس يقدرون يدخلون يشوفون شو عندكم شو الجديد موقع الحبتور موتورز موجود عندنا اللي هو الويب سايت تبع الخاص بشركة الحبتور او يتفضلوا عندنا على اي معرض معارضه منتشره في كل الامارات سواء بالفجيره او بالعين او في دبي او في ابو ظبي كلهم موجودين في كل الامارات الحمد لله شكرا جزيلا حياك الله استاذ خالد الف مبروك ان شاء الله ثانك يو مدام ثانك يو فيري ماتش ثانك يو اند نايس تو ميت يو ان شاء الله شكرا جزيلا ها شو تبه ها يلا حين بنروح ان شاء الله يلا فلاح تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة تنطلق فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان ومزاد ليوى للتمور خلال الفترة من 11 إلى 20 من أكتوبر 2024 في مدينة زايد بمنطقة الظفرة يقدم المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات التراثية والأنشطة الثقافية التي تحتفي بالهوية الإماراتية الأصيلة ويشمل الحدث أيضاً مسابقات مميزة مع أكثر من 156 جائزة قيمة حيث تصل القيمة الإجمالية للجوائز إلى 4 ملايين درهم استمتعوا بتجربة استثنائية تجمع بين التراث والأصالة في أجواء تفاعلية تعكس تجسيداً حياً لروح الإرث الإماراتي في تغطية خاصة على قناتي أبوظبي والإمارات ما شاء الله ما شاء الله يا السنة يا السنة يا السنة بزودهم 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله صبر طالحين بضرب التليفون جدل مخيم جدل مهرجان شوف الدنيا شوف الدنيا
تحرى عرس الشيوخ ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن يا خير هو السنة بزودهم أبوي هل المدينة هل المدينة أبوي يبونه ما يتحاكون وين اليوم عاد أنت سويته هالدنيا كلها لا إله إلا الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن مهرجان ومزاد لي وللتمور هادو ها طلع دسر يمين يسار ما دل عدوي سربنا أنت وين أظني غلط ما شاء الله ما شاء تو الناس الحين تزرت الدنيا من هناك المكان بيكون ثن انت الحين السر هذا بارك ما ادري بعد انا الباركينج وين التسر هذا بارك السر مين جيت مين جيت بوابه رئيسيه ايه بوابه رئيسيه وين تنزل لي انا هني هناك بالبوابه الرئيسيه بكون سيدي يسار ايه كبار كبار ولا هونو قلت لكم الله 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 هذا الميلس ميلس مدينة زايد هذا المدخل الرئيسي أظنين يسار ما شاء الله هالمجالس اللي بتعيدونها اللي في البلاد كلها في كل مكان شيء ميلس في كل مكان شيء ميلس ما شاء الله ما شاء الله انسيابية وترتيب ونظام في الدخول والخروج في كل مكان ها. ترتيب رقم واحد ترتيب لجنة لجنة منظمة ما شاء الله حل ذوق وحل فن وحل عرف ما شاء الله عليهم شوفنا كلها بوابة هذا القادمون وهذا المغادرون تحرى عمرك في المطار ما شاء الله هي أقولكم كل شيء بالعظمة كل شيء بالعظمة كل تول هذا الخارجي أما الداخلي عادة أما نرميكم يا حي من الإدخال هذا مهرجان ومزاد ديوة للتمور هذا بدايته هذا تونا في الحمد هذا تونا في الحمد هذا الخارجي والداخل يحب ندخلكم داخل وبنصور لكم الحاسد كل طالة عماركم مالكم إلا كل شيء يسعدكم ويفرحكم إن شاء الله هذا المدخل الرئيسي من أول ما تدخلون تشوفون هذا العرس هذا عرس طالة عماركم ما بلا مهرجان عرس بوظبي عرس إماراتي عرس عرس سبحان الله تفرح له العرب كلها والترياع من حول لين حول مهرجان يوم قال مهرجان ولأن مهرجان يجمع جميع فئات المجتمع العمرية ما في تفرقة بين إمارة إلى إمارة من شخص إلى آخر على ما تشوفون ما شاء الله مهرجان شامل عاد وباد ان شاء الله بنصور بنرقص عاد وياكم بعد شوي الحين عاد ابتدت عاد العياله ما بروا من الحين عاد نخطب عنها يم ما بروا من خط عن العياله ايه العياله طالت عماركم من اهم الفنون الشعبيه المتوارثه عبر سنين هذه العياله يسمونها عياله الساحل العياله الرئيسيه الرسميه عيال تمثل الدولة بجميع المحافل داخل الدولة وخارجها من أهم فعاليات الفرح ولا تقام إلا في المناسبات الجميلة والكبيرة الرزيفة وعصيهم يلينون ويبدأ
القايد هذا، هذا هو القايد، هذا هو بيقول لك يلين يلين الحصى، هذا هو راعي الطبل، هذا الراس يسمونه الراس. اسمع انت، اسمع الايقاع، اسمع الايقاع انت، اسمع الايقاع. العب العب هوا سمعتوها؟ آه هذا هو، هذا اللي ترنم عليه وتلين العصي وتقطع الروس. الاياه ما حد ما حد دراب كل الحب. العب العب يا سلام. الحين عاد هذا استئذان، هذا استئذان، عطاء إشارة إيه. قالوا إن شاء الله وهي والله هيوة. ها قلنا لكم هذه كلها ترنم، ترنمات ترنمات لمنو؟ للرزيب. الله مثل ما قلت لكم هذا هو مثل عقيد الكتيبة. الله مشهور والأمر الثاني دابع في هالأثناء قالت عمركم البنيات هذي يجيب الأطفال. هذا وقت الفرح، هذا من المولود العيشات. البنات قالت عمركم يكون عمرهن من 5 سنوات إلى 7 إلى 10 إلى 12 حتى 13، ولها طقوس ولها ترتيب ولها الهندام ولها لبس معين اللي بينعش البنات. وسالم كيف الحال؟ وسالم طالت عمار خمسلني من وين؟ هل بالرزيف وقال ربي جد الميلس وتقهوينا وعينا من الله خير وسولفنا ورمسنا. هذا هيئة أبو ظبي للتراث، هاي يستقبلون. بل أقول لك وسالم هالرجال من والله مرحبا، شحالك الله يحفظك، كيف أنت؟ مرحبا بك مليون مرحبا مرحبا. شراك في هالترتيب الله عليك. اللي بارز فيها الله يعطيهم الصحة والعافية. ويعتبر اليوم اللي المهرجان ليها أول مرة اسم المدينة، أول في ليوة. نعم سمعت. قربوها عشان ويش؟ عشان الناس تستفيد، العائلات الجمهور سمعت، تكون قريب على المجموعة، يجربوا على العرب اللي جايين من بضبي اللي بي من دبي من العين. نعم نعم يكون أقرب لهم. نعم. المدينة أقرب طرعمك أقرب وهم بكرة حية. نعم وهذا طرعمك يشجع الحرمان مستفيدة، الريان مستفيد، العامل مستفيد. الحمد لله كله مستفيد. هذا نعمه طالع المعازيم. امين امين يا رب. وانتم ما تقصرتوا بعد، انتم بكم خير وبركه وترتيبكم طيب وتكونون الصوره طعمها طيبه ان شاء الله. هذا شيء جيد، شرفنا بشوفك. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. شرفنا ابو محمد طالعتنا نشوفه كله الاصفر عليك مميز. اقول لك ودرعك انت اللون الاصفر. انت شوف الله عليك، هذا سنو وايت. هذا ذوق منو بالله عليك؟ هذا عبيد خلفان مزرعي. شوف انت ذوق ليش الابيض اللون الابيض؟ قال وينترز كامينج. شوف بعد ايوه بالله يعني عليك. نعم هذا عبيد قال قال وينترز كامينج. وينترز كامينج شوف انت يعني انت تنقل طابع جميل. انا هي حياة يعني سنو وايت شيء بيض ابيض سنو وايت وفي المدينه. نعم. ما فيك حيله. والله يا ابن زنيد انت ما شاء الله عليك. عمرك رحبك انت واخوياك اللي يتابعونك. خبرني الجرأة يوم توقف قدام المنظرة وتمدح نفسك. نعم. انا الاول ما اشوفك حلو. ايه. كثر ما تقول انا حلو انا حلو. ايه. الحين اشوفك حلو. يا الله اكبر. سمعت علي يقول كذا بالكذب وصدقها. ايه. انا هذا رمس الرمس وصدقت عملي. قال بسوّلك تصوير حلو مثلي انا. يعني نعم. واثق من نفسك انك حلو. هذا لازم كل انسان يكون واثق من عمره. نعم. الله يبارك فيك. أبو محمد مهرجان جميل. نعم. استقطب عدد كبير من المشاركين، كانوا أسر منتجة، مؤسسات حكومية، هل مزارع،
ومقام مميز الظفرة. نعم. اليوم العرب كلها هالتمر هالنخل هالمزارع، فقاموا يشتغلون ويقدمون الجودة العالية، المنتج اللي هو تنافسي بالسوق. بشوف منتجات من التمور ما تتوقع أنها إنتاج دولة. نعم. مجهود الشباب قوي واقفين على حلاله ومزارعهم. نعم. وناخذ جولة معاك وشوف التمور. إن شاء الله. وين أول بادي بنسير؟ معاك المزاد. هذاك بداية المزاد. هاي طال عمرك قلية التمور وفيها طال عمرك هذاك المزاد. الطاولات بعد صلاة المغرب يبدأ عليها المزايدة علني. كل طاولة فيها 10 كراتين، كل كرتون فيه 3 كيلو. بس انواع فاخره. نعم. يوم بتاخذ فوائد منو اللي مشارك في المزارع؟ هالمزارع كله واي ريال عنده مزرعه يشارك على الطاولات هاي. نعم. على نفس الطريقه العام اللي عام الاول. نعم. نفس الطريقه يسجل طال عمرك ويجيب التمر ويحطه. نعم. ويشارك. ما شاء الله. طال عام الاسر المنتجه هالتمور كلهم موجودين في القسم هذا. نعم. كله هالتمور وهالمزارع. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. هل طال عمرك هذا الشوط من اقوى الاشواط اللي شاركوا اليوم، شوط النخبه في التمور. نعم. بندخل داخل محمد نشوف صير بنسي بنقاشوط. يا مرحبا. يا مرحبا بنقاشوط. بنقاشوط يا بن عيد هذا من سكان هل مرفوز. نعم. وين المدرسة الباكستانية؟ صحيح. عداد بيتكم بن عبدون. نعم. ناك وين ساكن؟ نعم. خدمت الحديث 100%. لكن هو وين ساكن؟ هو ها بن عيد مدينة زايد. أشكرك. عداد بيت الله أكبر. عداد بيت قم بالبعينين. إيه بس خاف انتقل وين؟ على خلاف هذا نحن ما يخسر بخلاف. نحن عديبة نحن في إيرانهم الأول مدينة زايد. نعم نعم كلام صحيح. بيننا وبينهم مدرستين. صحيح. مدرسة الكندي وبن قاسم. تراني أنا ما لحقت على الكلام اللي يقولونه. لا لا. ولا ولدت أبوي ما خدمني. لا لا أنت أكبر عنا. والله. أكبر عنا. الله. والله ما ولدت. أنا وين طايح؟ أنا أبو محمد الصرعنك. أنا مستشفى كرنيش. الله اكبر. والله لا 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 ما عليك. والله العظيم انا ما لحقت على طبخ العرفي. انا مريض البارحه. يا مرحبا. الله حييك. نحن وين حاليا؟ نحن في الحلبه. هذه الحلبه. هاي الحلبه عباره عن شو هذه الاشياء اللي انا اشوفها؟ شو هالنوايا هذه؟ يسمونه دكي نوع جديد. ايه. وهذا خلاص، وهذا زاملي، وهذا خليلي واللولي. اصلا لي واحد. ايه. هذا وهذا هذا زامبي. ما شاء الله ما شاء الله. ها كل انتاج هذا مجدود. كل انتاج لواء. ما شاء الله تبارك الرحمن. اخير هو. وهذه يسمونها خلاص الامارات اللي هي الصمود كانت. ايوه. وخلاف جلبوا اسمها. نعم. من صمود. نعم. لين خلاص الامارات. وهذه هذه زامبي. ايه. وهذا ام الدهن. ايه ما شاء ما شاء الله. ايه. كبيرة حبت ام الدهن عيد؟ لا صغيرة بعد هذا. لا والله شيء شيء اصغر اللي انا. هذه غنده. اي ما شاء الله. وهذا الميدون. اقول لك هذا تتمن ضربه من حلال. سالم انا ما يهون علي تتمن ضربه، هذا بس اللي اطالع. والله طالع طعم زين. ما بمالك ها بس يطالعونه. شوف المنتج اليوم كيف وصل، شوف شوف الصمود، شوف الحب. سبحان الله سبحان الله. تعال هني بعد اروي. هاي يسمونها نبتة خنور. خنور قول لي. نعم. انتاج فنور. ما شاء الله. هاي روح حنشو. اي نعم. ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذا يسمونه هذا صقعي، هذا ميدود، وهذا يسمونه السندي. سندي وهو سندي. نعم نوع جديد بعد هذا. اشوفه. ما شاء الله تبارك الرحمن. وهني الذهب عاد. الله اكبر الله اكبر. هذا خلاص هذا ما تبغى معرفه تروح. يا سلام. هذا عمود الارض لو غيره. نعم هو. الله اكبر. هذا الفرق يوم يقول لك عمود الأرض، إن بعته غناك وإن كلته هناك. هذا هو المول على هذا. هذا الأول يراننا يسمونه حلوة العبري وحلوة ضنج. وبها الحين يسمونه فاحي. هذا ما شيء شراته. هذا اللي تشوفونه يبيع ويشتري في السحوح. ليه تشوفونه بهذا؟ عند حد دون حد. كل إنسان وله نظرة يعني. أما عني أنا وعند صدقان اللي أنا عارفهم زين ما زين، نظرتهم طالت عماركم، محد يحب الأشكال هذه كلها. لكن الأوليين الناس اللي يعرفون للطعم عندهم الفرق ما بعده شيء. طعامته رفيع رفيع يعني. طعامة الفرد الوحدة الخلاص يسوي 4 منها. رفيع رفيع يا غير شيجة. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله. تقريب للرفض الأول.
هم تاخذن الاول هاي كتغليف يعني. نعم يعني شوف النوعيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما بالله سح وخلاص. لا هذا مسوي له طالت عماركم جودة تغليف غير بتهدي ولا بتعطي حد ولا شيات ولا إنه شيء ما شاء الله يمل. الله 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 إيه هذوها بصرايتين ولا بالظلام. شوف الله عليك هذا اللي بهدي يودي الحد ولا إنه شيء مغلف جميل. بعد إيه هذا بعد شيء ثاني. هاي علبة مجوهرات ما شاء الله. ما يبقى لي هكذا. الله أكبر. شوف أنت هذا هاي منو متعبل من هالدنيا. مواطرات كلها ما شاء الله ما شاء الله. لذلك هاي جودة ما بالله جودة تمور جودة تغليف وجودة تعبئة وجودة أشياء كثيرة. سبحانك يا رب ما شاء الله. هذا بالله الله أكبر. شوف 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 الله. يا سلام يا سلام يا سلام. ها جواهر لال نهرو ما شاء الله. هالكنز العظيم ما شاء الله. ياه مجوهرات ياه مجوهرات ياقوت هو زمرد هو والله عليك. هذا الشيء والله عليك يا عزي الحالي. منو بيخو وين يبون السكر يفارجنا نحن. ها وين السكر نحن بيفارجنا وين بيفارجنا السكر. الله أكبر خارطة العالم بين يديك. ها هذا شفتوا الطوفان سونامي هذا هو دواويره أول ماية. هذا منو بيروم يقاوم هذا كله. ما حد أبو يروم يقاوم. وين السكر أبوي نحن بيفارجنا ما بيفارجنا السكر. يا جماعة الخير سمعوا يا جماعة الخير هذا المكان يغني يا ليل بلاد فيه نشاطات عديدة وكثيرة. العالم كلها تي من آخر الدنيا مرحبا. دول من مجلس التعاون وبالمقيمين وبالزائرين والحتة اللي جايين زيارة بشركم ان اماكن للصلاة وللبيت وللأكل وللشرب الفنادق الاستراحات. الدنيا كلها ما شاء الله ريخة. الدنيا كلها ما شاء الله بهو. تعال وتطمش الفنون المنتجات العسل السحوح بانواعها. شيء يعرف وشيء ما يعرف شيء يعرف وشيء ما يعرف من كثرة الدنيا. ها ما شاء الله. وين يهون علي ياكل شيء انا منها. ما يهون علي ابوي ما برو ماكل ازيق على عمري. خاف من الله تلحقني عقوبة انكلت شيء من هذا. هاي ابوك ما ياكلونه. هذا يحفظونه يطالعونه يصورون عداله. نعم اما انك انت بيهون عليك انك تاكل شيء من هذا لا والله حرام والحرم شديد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الترتيب هذا روحه. الترتيب واللي قاموا على هالترتيب اكيد كل شكر لهم والتقدير على هالمجهود الفنان. ما شاء الله ما شاء الله يا مدهن. ما شاء الله عليك يا مدهن. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اوه ذهب يا ابوكم ذهب ما شاء الله. اي والله اشهد انه ذهب. الحين خبرني هذا ابو معانه. هذا ابو معانه. انتاج وين بالله عليك؟ انتاج اخوي العين. العين قول لي. ايه دار الزين. ما شاء الله يا ابو معان. ما شاء الله ما شاء الله. طالع بالله. ايه دول نفس العليله. هلا ياكل ما ينحم. مره الا ما تي الحم دبت حياته. مره مناعته فوق لازم ولا يشوب. لا هذا الفرض اللي ياكل الفرض ما يشوب. ما يشوب مره. هذا سلطانه وهذا مجدود. ما شاء الله. وهذا كفر تبارك. ها كلها العين. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. يا عاد ابو معان بلاده العين يطيب ويفرض. الله أكبر. زايد الله غفل لك. هذه فرض العين. نعم غير فرض العين ما لا تدور. لا تدور غير. سبحان الله. علي كيف حالك؟ حي الله حي الله على السلامة. الله يسلمك. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بالفنان الأنيق عالم التكنولوجيا الإسلامية. الله يحفظك محمد. انت ما خليت لنا شيء. شفتوا هذا اللي يقول
يخلي الشين زين هذا هو هذا هو اللي ابتكر طالة عماركم العدسات اللي تخلي الفنانين ويخليهم زينين واللي في عنقز واللي في بثر واللي ويه محتاس زين هذا هو لو ما بهذا كان كل حد ابوي على طبيعته فكان هذا ابوي يعني سوى قربت العالم ابو محمد هي سويت لهم طمس الانظار الاشراقي غادي عدل والبلقي غادي زين واللعب محتاسي غادي فنان شوف اقول لك انت سبب الغش التجاري في الاوادم حبيبي ابو محمد ابو محمد طوعك عن المهرجان ما شاء الله ترتيب 10 من 10 ترتيب فنان طبعا انت ما خليت لي شيء انا بروح الحين الله يرحم والديك لا العيمات الله سعدنا لا خلانا مكيب ابو سالم يا ابو سالم راشد بن محمد بن عيد بن زنيد القبيسي هذا طالت عماركم ابوه شاعر الزنيدات انا اطري انا اطري انا اطري ابوك ابوي ونعم الله اكبر محمد بن عيد لكن فديت خشمك لا تبجدني زياره خلينا ما تعورني بسم الله عليك المهم الحين هني هاي الحلبه اللي نحن فيها شو مع الحين كل مكان شيء خمسه كراتيه خمسه شو معنى منها هاي طال عمرك اليوم شوط النخبه نعم وشوط النخبه هذا انعرض على لجنه التحكيم نعم وخذوا الخمس مراكز الاولى خذوا المراكز الاوليه نعم ويعرضون طبعا هاي العرض الحين ما نعرف شو عنده في نظام العرض نعم. لكن في الاول والثاني والثالث نعم هل هذا اللي فازوا الحين نعم. شو يدخلون في تحت اي منصه يعني يركب المنصه وياخذ رقم واحد رمز رقم واحد والله نعم متى هذا بعد شوي التتويج بعد ساعتين كل يوم لتتويج كل يوم شو برنامج ابو سالم انا شو رايك اعطيك الجدول تعطيني الجدول الحين ترفع شيء بعد هالسناب يلا الحين تعال يلا مع بعض يلا ويلا انا بس بعلق المايك انا مسولف عليك لا لا ارمس انا بطرش لكم بوست بطرش لكم بوست وحطوه لا حبيبي نبى الرمسه ما كنت العرب كلها ترى يا رمسه هم تحب كلام لا بسم الله عليك كل ما فيك زين ما عليك فاز والله انتوا يا المشاهير انكم مشكله والله ما عرفنا الشغلة كيف هذا نحن اي والله هذه يوم اقول لك البنت تعلم من هالزحير الحين نحن الحين نحن تريا نحن نعلمك انت والله تعلم بلاد عين ما تعلى على الحاجة انا ما روم عليك من اصبح الصبح لين امسي وانا اتابعك كل يوم يجيب لي مصطلح جديد ما رمت حتى جاري بسم الله اي والله من الساعة ما علي ما بفهم من الساعة كم للساعة كم؟ المهرجان أبو محمد بدا اليوم تاريخ 11 نعم. لين تاريخ 20 نعم. من الساعة 4 العصر لين الساعة 10 المساء في الظفرة. إنزين. المسابقات شغالة طول اليوم مسابقات التمور كل يوم تسليم عندنا تمور نعم. عندنا الشيشي عندنا نخبة ليوة اليوم أنا أقرأ لك الأنواع اللي موجودة في المسابقة نخبة ليوة والشيشي والزاملي والدباس والمعان والفرق وخلاص هذا كل يوم؟ هذا كل يوم مسابقة عندنا نوع واحد أيوة كل يوم اليوم عندنا نخبة ليوة اللي هم خمسة بكرة إن شاء الله بيكون عندنا الشيشي مشاركات فقط من ليوة ولا من خارج ليوة؟ لا يا فوق الإمارات الإمارات كل الإمارات ما شاء الله ما شاء الله توكل على الله نحن نبى حد يكلمنا عن باقي المعلومات بناخذها إن شاء الله عند عبيد خلفان المزروعي إن شاء الله توكل على الله يا جماعة الخير ترى الموقع ما بسيط شوفوا من أول الخيمة هذه اللي نحن فيها ما أدري أظني كيلو ها حتى الزوم ما يجيبها الخيمة ها وهذه بعد خدتها هذا كله طالت عماركم قرى هذه قرية العسل وهذه القرية العراقية ومن هناك وهذه كلها أقسام ما تنقص أولها من آخرها هذا كل إن شاء الله بنقوم نحن بزيارته بنقوم إن شاء الله لكم تغطية المكان هل أنت تشوفونه وهذا الرجال اللي يمشي أنا في خاطري أصوره وأعرفه منه بنتعرف عليه السلام عليكم كيف حالك كل الهلا من حضرك أنا من حضرك وريد تشرفني وتعرفني شو هالأناقة هالزين الله هالعدال هذا زين هذا انت من وين انا من العراق انت جاي من فوق من الزين استغفر الله انت شو انت هذا زين عراقي شو اسمه تعرف هذا البشت نعم بس هو شوي احنا عاملين له تطريز يده وهاد نعم يعني عشان يكون مميز او بهرجة على المسرح نعم لان احنا نعرضه من خلال اوبريتات للازياء الفلكلوريه والموروث نعم. الشعبي نعم والازياء التاريخ ايضا بكره عرض ان شاء الله راح تشوفونه
عرض كامل شلون راح نشوف هنا بالقريه. نعم. واليوم اليوم قدمنا يعني افتتاحيه افتتحنا القريه العراقيه. اي بكره ان شاء الله بسلامه يكون عرض كامل اوفريت راح نقدمه في هذا المكان ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. نعم. شو عندكم بعد في القريه؟ القريه يعني تعرف العراق يتميز بالتمور، هي هذا القيمه مالتها لان التمور تنوع. هل التمور اللي موجود هنا ميوبا من العراق؟ نعم من العراق. اصلا في بعد اطنان ما داخله هنا في القريه موجوده وصلت. كان ان شاء الله ان اليوم نحن شيخي انا بجيك عقب ما نخلص من المزاد، شو رايك؟ كل الهلا ان شاء الله. اباك اخذ لي لفه كامله. هلا بيك. من اول مكان لين اخر. هلا هلا. شو احسن وقت الحين ولا بعد المغرب؟ شو اللي تشوفه والله انت اللي يناسبك، لو كان عندك شغل مهم خلصه وتعلمنا للقريه. ضروري تلف بداخل على مكاكب. كل الحل ان شاء الله. كان العرياني مسماك الوظيفي يا راكان؟ مسؤول التواصل الاجتماعي. ما شاء الله. هذا القسم شو راكان حين هذا؟ معرض الصور. نعم. هذا طالت اعمالكم معرض صور لشباب، حد مصور بر، حد مصور بحر، حد مصور طير، حد مصور اشياء كثيره، لكن بين هذه الدنيا كلها اللي انتم تشوفونها نحن الحين في بر، لكن نشوفه في نصه بحر. آها، هذه طالت عماركم في بحر أبو ظبي تم التقاطها. محمد القبيسي، هذا طالت عماركم من الشباب المجتهدين المميزين، مميزين للغاية. إن لم يكن رقم اثنين فأكيد هو رقم واحد في التقاط الصور. ومصور ما شاء الله عليه لا في الكون كله، له باع طويل في التصوير المحيطات داخل الدولة وخارجها، ما خلى محيط في الكون إلا وزاره. هذا اللي تشوفه تصويره داخل أبو ظبي، هذه نحن نسميها بقرة البحر. أنتم ما أدري شو تسمونها، لازم لها اسم غير. لها شو اسمها بالإنجليزي؟ لها اسم، نسميها بقرة البحر. أنتم ما عارفين شو تسمونها. عمركم هذا معرض واكيد فيه تصويت وفيه ارقام وفيه في فايزين وفيه ناس. هذه بعد من صور مجموعه الدلافين نادره، بعد تصوير محمد البيسي من الدلافين النادره. توجد دلافين في الكون كله، لكن دلافين اللي توجد اللي التقطها محمد، الاحياء البحريه اشياء من النوادر، مش من الأشياء الموجودة في كل مكان. فلذلك ممتاز محمد القبيسي بأنه ما شاء الله وعنده كتاب، الكتاب كامل مصور الدنيا كلها ما شاء الله. المهم والعديد من الناس، هذه سيد عمار، السيد أحمد مصور بعد أشياء جميلة من العين، هذا سالم الصوافي ما أدري عدد صورها في وين، يعني عديد من الصور، العديد من المناظر الجميلة. هذا يوسف إبراهيمي، هذا أظني أم قصار، هذه اللي هي زيرة أم اللو. فهذا اللي تشوفونه الأبيض، هذا طالت عماركم الأول يتعنون له بمحامل ويقصونه كسماد للزراعة. فهم كان نحن الحين راكان بتودرني؟ بعد دائما حضر المافطر تيمم. كلكم فيكم خير البركة. مالي ترى الحياة. الله خلاص. يا نسيت بلاقة جودة معاك وتصوير. هذا المسرح شو هذا؟ هذا مسرح حسيت الجمهور هني تكريم الفائزين لوايد. هذا كل يوم كل يوم شيء تكريم، ها؟ كل يوم تكريم الفائزين. آه. ما شاء الله ما شاء الله. شو الأقسام بسالم الموجودة؟ الحين القسم الخاص بمشاركات المؤسسات الحكوميه مثل كامل قدير وهيئه ابو ظبي للرغابه والسلامه الغذائيه وشرطه ابو ظبي. ما شاء الله ما شاء الله شيء طول يعني السنه السنه بزودكم يعني خالي مهرجان باسمه. شوف انت مهرجان باسمه سبحان الله التمر. لا اله الا الله يا السنه ما شاء الله عليهم سنة جايين ما شاء الله جاي من نزلة قوية.
الحين القسم هذا شو؟ هاي شرطة أبو ظبي مشاركة طال عمرك عنده الأمن في هذا العام في المجتمع والاتصال بالأمن الشرعي وأمانة. يعني بعض المعلومات اللي أنا ما تحضرني تحضر. السلام عليكم. شرحوا لك الجماعة هم أفضل. نبي شرح تفصيلي طال عمرك لو لو شيء بسيط. السلام عليكم. كيف الحال يا شباب؟ كيف أنت طال عمرك؟ تفيدني طال عمرك لو نبذة بسيطة عن المنصة اللي أنتم فيها. طبعاً حرص القيادة العامة شرطة أبو ظبي على مشاركة أفراد المجتمع في مختلف الفعاليات والأنشطة المجتمعية. نعم. اليوم تواجد كافة قطاعات شرطية بهدف نشر التوعية الأمنية لهدف تعزيز الأمن والأمان. اليوم المحافظة على المركز لحقوقات الإمارة أبو ظبي هذا دافع كبير لمشاركة أفراد المجتمع ونشر كافة الأنشطة الشرطية الموجودة على مستوى الإمارة. اليوم نشر الثقافة المرورية كذلك وتعزيز مستوى السلامة المرورية الموجودة للمحافظة على أمن الطرق وسلامة مستخدميها. اليوم هني عندنا الأخوة من بدالة أمان اللي تشتغل على قناة لاستقبال المعلومات الأمنية على مدار الساعة. كذلك الأخوة من مديرية مكافحة المخدرات أيضا لنشر الأضرار أو التوعية بأضرار المخدرات. وكذلك الأخوة من كلنا شرطة لنشر يعني ما شاء الله أنتوا على المنصة هاي مجتمع كل الأقسام اللي تحت القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. نعم. في شيء مهم بعد. نعم. اليوم في عندنا مثل ما قلت لك اللي هم الأعضاء كلنا شرطة لتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في التطوع الأمني. نعم. كذلك عندنا اليوم التطوع المشاركة تتيح حتى اليوم الأحداث للمشاركة والتطوع. نعم. ولتقديم خدمات دائمة لأفراد المجتمع وأفراد الشرطة كذلك. نعم. كذلك عندنا اليوم قسم برامج النقاط المرورية اليوم يقدم خدمات بتوجيهات من معالي القائد العام لشرطة أبو ظبي لتخفيض عدد النقاط المرورية سواء دورة كمان نقاط مرورية أو لدورة استرجاع رخص القيادة لمن بلغ الحد التراكمي 24 نقطة ومضاعفاتها. اليوم فرصة ودعوة لكافة أفراد المجتمع للتقدم للمهرجان ومعالجة وتخفيض النقاط. عندنا مبادرة لا تراكم نقاط واجعل سجلك خالي من النقاط المرور. يعني هذا بإمكان أي زائر أن يراجعكم في هالموقع. نعم. ومو بعلاج النقاط. نعم نعم نعم. شكرا جزيلا. جزاك الله خير. مشكورين معذورين إن شاء الله. طالب محمد. طال عمرك. شكرا يعني. جماعة الخير جميع المنصات موجودة. هيئة أبو ظبي للدفاع المدني، القيادة العامة للشرطة، مراكز برجيل العلاج، وايد الأشياء. يعني أنا ما بروم طالت عماركم أخبركم عن الموجود هذا كله، لكن أنتم ما شاء الله عليكم روحكم أنتم تعرفون الهست. فمفروض اللي يبقى الطماش ويطمش هذا مكان عائلي عالمتي ريايل وحريم العالم كل هتي الحرف اليدوية والحرف كل شيء موجود بهذا عندهم. عليكم أنتوا إنكم توصلون هالمكان المميز الجميل هذا. غدير تبع الهلال الأحمر وهذا الرجال الجميل الوسيم تبارك الرحمن على الله يحفظه. شوفها روحها يجيب السعادة. سهيل عندي مشروع جميل السنة. سهيل شو عندك رابطة الظفرة الخضراء شو معناها سهيل؟ ان شاء الله. اول شيء السلام عليكم. مرحبا وسهلا. مرحبا حبيبي. نحن طال عمرك مبادره اماراتيه شباب المواطنين. نعم. نسوي هاي المبادره لجل تنبع كل الشباب اللي موجودين في الامارات. نعم. مثل في الزراعه في المحميات نقضي على التصحر قدر ما نقدر ان شاء الله باذن الواحد الاحد. هذه الاشجار اللي زرعها نحن في منها كانت منقرضه. اي نعم. بعض الاشجار طال عمرك اليوم ما شاء الله زرعناها ونجحنا فيها سواء داخل الدولة أو لقيناها من برا الدولة. تأخذ النظرة أبو محمد جزاك الله خير. ولا على كمر. مثلاً طال عمرك عندنا هني هذه الأشجار صديقة البيئة. هذه هذا هاي سدر. سدر. إيه. وهذا قاف. لا. هذه طال عمرك سيار. سيار غيره. غير. نفس سيارة القاف تغدي عودة ولا. وهذا. هين. بنبخيت. المزروعي ولا بوق ابو شنب. اشكر هنك. انزين هذا رد نعيدها من الاول. هذه طال عمرك السيال. انزين من
اقوى الاشجار طال عمرك وعسلها طيب، وهذا السدر نعم، وهذا طال عمرك محمد الراك الملحي. كيف الراك الملحي؟ الراك عاده يظهر في البر، يظهر في الصباخ ان شاء الله باذن الله. هي. انك توقف بريولك عدانا وتشوفها في الصباخ. في الصباخ هي هذه شكترة يسموها شو هي؟ الجاكرتا. شو ها؟ شيرة غريبة عجيبة. شو اسمها بالله عليك؟ اه عجبتك؟ ايه جاكرتا. جاكرتا قول لي. ايه. ما بجاكر انت. لا لا لا. زين. وهذه تمام. تمام. وهذه الزهرة بنفسها ظاهرة عمرها. سبحان الله. هذه شيرة نادرة. اللي هي؟ سرح موجودة في العين وحدة. ها. وثلاث في راس الخيمة، الحمد لله انتجنا منهن 1500. ما شاء الله. لك الحمد والشكر. اللهم لك الحمد. وهذا طعمك تمام، وهذا القرط اللي كانت العالم الاول هالبحر تعال جوب تعال جوب ينوب ينوبهم. ايه هذا نفسه هو الغاف. هني طال عمرك عندنا بعض الاشجار اللي موجوده عندنا في منطقه الضفه والمناطق الرمليه المعروفه. نعم. شو هي تمام؟ تمام. وهذا طال عمرك الحاد والارطه، وهذه طال عمرك الكري، وهذاك الغضا، وهذا طال عمرك الشوع، وهذا الرم. ها سمعت يوم يغني محمد عبده واتقلب على جمر الغضا؟ هذا الغضا واتقلب. إيه يوم كان الهنا عبد لنا، هذا جمر الغضا الحطب ماله. هني شيء ثاني طيب اللي هو الله يطيب ايامنا وياه ايام المسلمين اجمعين. طال عمرك هني عندنا هذه الشيره يسمونها الشفلح. شفلح ما شفلح شفلح نادرة. إيه هذه طال عمرك يسمونها الفروارة. إيه هذه بعد كذلك نادرة. هذا طال عمرك شرات الرمان، وهي ما برمان. لا أبو محمد يموتون عليها المغرب. شو هي؟ أرقان. أرقان قول لي أرقان في رملة موجود إن شاء الله زارعين منها ألف. ما شاء الله ما شاء الله. أعماركم في هذا الموقع الجميل، في هالموقع التراثي الفنان. شكرا يا ابو شنب طال عمرك. انت في بيئه من النباتات البريه. الله يرحم والديك طال عمرك. شكرا جزيلا. شكرا لك. الله يبارك العافيه واجركم. مشكورين على هاليوم الجميل وعلى على هالعالم الفنان اللي عندكم. طالت اعماركم. المكان جميل ويرزق ويستاهل زياره هالإمارات وهالدول مجلس التعاون، واللي موجود واللي ما بموجود، اللي ما بموجود هي العالم أبوي كلها موجودة. عالم حياه تحرى عمرك في عرس. عرس عرس عمومي، ما بعرس عادي، لا عرس عمومي، ترى عرس الشيوخ أتيه العرب كلها ما بلا المدعوين. فلذلك سميناه هذا عرس الشيوخ اللي تشوفونه في العالم كلها. هالبرزيف ومناكي ما أدري شو أمور كثيرة. المهم نحن ابوي موجودين في هالمكان الجميل، فيها اسواق. هذا هذول طال عمرك يقدمون بيزا بدون مقابل. هي هذا شاب واخته يقدمون البيزا الايطاليه. هي يعني هذا الحين يخدمون البيتزا. لحظه شوي. هذا هل بالبيتزا رجال ويخته يخدمون البيتزا ويجسمون للعرب كلها، تعالوا وكلوا. هني طال عمرك مسابقة الطهاة الشيف على مستوى الشيف. عندنا 12 شيف يشاركون في هذا. الشيف طبعا لازم يكون عنده مطبخ مجهز بالكامل. نعم. يوم تقول مسابقة شيف لازم تجهز لي الأمور بالطريقة هاي. نعم. وتسوي له باسكت، والباسكت هاي تكون مغلقة. تقول له هاي الباسكت وطبخ طبخة يدور مخ. يبطل يحصل وعلى ضوء يسوي تقييم. يحصل برتقال فنيان عيش والشيف. فإذا لازم يطلع طبخه من هذا الشيء. لا اله الا الله. فيها تمر. شوف انت هذا هي لذلك هذا مهرجان التمر. فلازم تجهز لي المطبخ كامل، معداته والافران والكيك اللي بيسوي، كيك اللي بيسوي يقدم هني. المهم يكون لازم وياه تمر. نعم. المكونات. وهاي طال عمرك بعد بيتزا مشاركين معنا الشباب، بيتزا ايطاليه وتتقدم للجمهور اللي حاب يذوق البيتزا الايطاليه مع قسم الطبخ هاي في الفعاليات المصاحبه. توكل على الله. هذا اللي تشوفونه شيف. هذه ميثا. ميثا كيف حالك؟ كيف انت؟ شيف ميثا شو اللي تسوون انتو هذا؟ ما سمعت. البيتزا الايطالية بس بنكهات. انت ومنو؟ انا
كيف حالك؟ خير. كيف انت؟ الله يسلمك. انتو تومه؟ ما شاء الله عليكم. شو اللي خلاكم تقبضون الشغله هاي؟ من يوم من حصر يعني في المطبخ وشوف كل ما كبرنا بدينا نحاول نسوي اشياء جديده وشي ما دخلنا في المجال. انزين حاليا شو الشيء اللي انتم مميزين فيه؟ الحين نحن عندنا هناك جيلاتو نكهات اماراتيه. نحن تخصصنا الحين ندمج اكلات من دول ثانيه والاكل الاماراتي، كل شيء نسويه بنكهات اماراتيه. وهني عندنا مثلا البيتزا الايطاليه وكل شيء البيتزا الايطاليه، عندنا بيتزا بلحم الحوار والدبس، عندنا بيتزا بالقشين، عندنا بيتزا بالشامي والتمر. الحين بنطلعهم هاي بيتزا بالقشيد وبيتزا باللحم الحوار والتمر، وفي بيتزا بالشورت ريبز وبيتزا بالقشيد والشامي والتمر. ما شاء الله، هذا كله خلطاتكم انتوا؟ ميثا مبسوطه بهالشغله؟ طبعا. سعيده؟ هل انت تطمحين ان توصلين الى العالميه؟ هاي هدفنا ان نوصل المطبخ الاماراتي للعالميه. ان شاء الله ان شاء الله تستاهلون. ان شاء الله. هذا اللي بالتمر والشامي. هاي بالتمر والشامي صح؟ عليها صوص التمر. حتى خنين الى ابعد الحدود. هالصوص مالها شو؟ صوص نفس زيت زيتون وخل وبس. هذا اتشار الصوص اللي حبيته على السح والجامي شو؟ صوص تمر زيت فينيجريت. هني عندنا يعني دبس. هني عندنا اتشار المانجو. اها اتشار الهمبه يحطه طارق عماركم على بيتزا القشيد. هذه لحمه الحوار. وهني عندنا العسل السبايسي. عسل سبايسي على لحمه الحوار. ما شاء الله ما شاء الله شيء مغري وفنان. سامحوني عادة. طرب 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 ابوي طرب. ذكرنا ابوي من وين من عند ودرنا هل البيتزا والسب الطرب 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 ابوي الطرب الطرب ذكرنا ميثا سامحيني يا بنتي الطرب ابوي ذكرنا الله يا البوكسات بس نوع واحد مسوين بوكسات ها 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 الله 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 هاي افكار منو خلنا نسوي الارقام هاي ونشوف حد يرسم يرسم منو ساندكم؟ منو كان سبورت معكم؟ اهلنا امي وابوي ما شاء الله الله يحفظكم اهلنا يعني كلهم ما شاء الله ما شاء الله بجرب؟ ايه بجرب حط لي هنتين انا ومصورين ايه لا قبل ما يلعبوا بسرعه عاد انت هنتين بيطيروا يا ريال ايوه هاي الشامي والجامي هذا بالشامي تعال ها انا وانت هرب الله تمصورين ما عنده عوارض في الاكل هذه الثال الاخيره اخر وحده هاي اللي مناكي قلنا بي يا حبيب النبي انت شيف النوم شيف التنفيذي المدير مطبخ البحر المنظم الرئيسي لمسابقه الطبخ في مهرجان ليوا عارفين بحضرات اللسان؟ الشيف من المصر مرحبا يا منى كيف حالك؟ يا مرحبا بنت ابراهيم؟ نعم بنت ابراهيم المنصوري ابراهيم المنصوري طالت اعماركم ابوها شخصية مميزة طيبة صاحب محل عمها عمك ابوه صاحب محل ادم وحواء ادم وحواء من اعرق واقدم محلات في ابو ظبي اللي ما يعرف ادم وحواء سوريا ماله في البيع المستهلك. شو بابا ان شاء الله؟ الحين بابون قسم الموظف في المهرجان مسوين طول العشر ايام كل يوم فعاليات. الفعاليه الرئيسيه هي عباره عن مسابقه الصندوق الاسود. الصندوق الاسود هذا هو نفس النظام العالمي اللي يتخرجون منه الطلاب في الجامعات الغربيه. صندوق اسود في مكونات المتسابقين لازم يستخدمون المكونات ونحن لجنه الحكام لازم
إيه إيه يسوون لنا ثلاث طبقين، طبق رئيسي ويختارون يا ستارتر يا ديزرت، خلال ساعة فقط يخطط وينفذ ويقدم لنا الطبق مع أحلى حلوة. اليوم الأول بيكون للفنادق فقط علشان المعيار العالمي، الثاني والثالث للأسر المنتجة على أساس يطورون من المشاريع. راشد بن محمد بن عيد، هذا من الرياض. هذا حمد بن محمد بن عيد بيت اخوي، هذا اخوه الاصغر. لكن شوفوا انتم عيال محمد بن عيد، الله سبحانه وتعالى بيحاسبني على كل كلمه انا اقولها. ما خلج شرات محمد بن عيد في القبيسات كلهم، القبيسات الزنيدات، اطري الزنيدات، ما خلج في زين محمد بن عيد وعبد الكريم بن عيد، خصوصا عبد الكريم رحمة الله عليه، في زينهم وفي أخلاقهم وفي قصيد محمد بن عيد بن زنيد القبيسي بن زنيد، ما ظهر شاعر غنت له جميع المطاربة على رأس البروغة، حياد جابر، المطاربة الأوليين كلهم، ما حد تم ما تغنى القصيد محمد بن عيد. أبوك يا راشد، انت لحقت، انا ما لحقت، انا سمعت كم القصيده غزليه، لكن المشكله اني حافظ. بتصدق اني طلبت عند الديوان مطاع يعطيني اياه، قلت له بطبع يا ابو 1000 قصيده، قلت له عطني يابا، قلت له بطبعهن وانت اختار، تبغى اسوي ديوان وش الباقي؟ ما اعطاني، طلعت عليهم طلع سريع وشلت. اي والله الله يحفظه ويطول بعمره ان شاء الله. المهم طالت عماركم، هذا ايس كريم بعد من انتاج منه هذا؟ التونس، هاي التونس اللي له مساعه. ايه هات والله التوأم. اي نعم، هذا كل انتاجهم طالت عماركم، شيء بالقمح بالشعير بال محمد، هذا الشيف له، هذا شو حينه بالله عليك؟ ايس كريم نكهات اماراتيه، البراند ماركتنا سويناها اسمها سيفر باي توينز. الحين بس عندنا يعني نبيع على انستغرام ونسوي ايفنتات وبوب ابس. ما شاء الله، هذا هالنكهات شو؟ نكهات اماراتيه خبيصه. شيء بالخبيص وشيء بالتمر، هني شيء بالتمر، وهني عندنا بالقمح وبالزعفران وبالتركديه. هذا بالقمح كيف يعني؟ نسوي نحمص القمح بعدين نطبخه ويا الحليب ونسوي فيه ايس كريم. طبعا هذا الايس كريم كله بدون اي مواد حافظه، يعني كله فرش بالحليب الفرش. وعندنا الحين عصاير بعد، عندنا بلو ماتشا وعندي بكم عصاير حبيبي. لا بس ابوي، بس من المساوق حبيبي، بس بديتك سعيد عبد القهوه يا سعيد. سعيد بن محمد، سعيد حمد، تعال هم. حمد هاي يبدا كانها خبيصه، خبيصه سبحان الله سبحان الله. عندنا مسوينا الخبيصه بالعصيده، العصيده بعد. شوف انت بعد هاي حامضه لومي، لا حامضه، لا هاي كركديه لومي. وعندنا بعد ايس كريم اللومي اليابس الاسود. شوف انت بس ان جايبينه هذا كله ابتكار منه، انا واختي مسوي، ما اقول انا مسوي، يعني عندنا المكاين وكل شيء. ولا هي عدالة أي سكريم، الأسكريم اللي حكلناه في كبريات المحلات وايد فنان. الله يوفقكم إن شاء الله وييسر أموركم إن شاء الله. وسالم أنا أسير للمزاد وأرد على المال الترات، على شورك شو رأيك؟ بتصير وياي أنت المزاد ولا؟ نعم أنا مشاريين وأرد من دون. يلا هاي عيالة هل العيد، قلناكم عيالتين شيء في الإمارات، عيالة طالت عماركم، عيالة هالساحل، عيالة هالعين، هاي عيالة هالعين. يا غريج بالمالي ما قصرتوا، بيض الله تويوكم. هاي اللي طالت عماركم للمزاد،
زين قبل ما نوصل المزاد طلعت عفوا خرب الله تم لفوا منا ساروا هنا خايره و... تصوير تصوير ولع المزاد ولع ما شاء الله 8600 يستاهل 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 هذا يطلع الواحد الكرتو يطلع 850 درهم هذا نوادر مبروك مبروك هالطريقة طالت عماركم من طاولة لين طاولة من طاولة لين طاولة ينادوا يحرجوا مرحبا يا حبيبي ايش حالك طال عمرك والله الحمد لله علومك ايوه انا اسمي خالد الخالدي ايش حالك الله يحفظك مرحبا مرحبا حالك يا ابداع كيف ما شرف المكان مرحبا شرفنا نشوفك يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا نورتنا اليوم الله لا خلانا منكم مرحبا يا حبيبي الله يسعدك على هالمنوال طلعت عماركم لفون من طاوله للطاوله هذا كله نفس الشيء اي نعم صنف واحد في عشرة وين هاي الطاوله الحين بس هذا هناك طاوله رقم هذا السوم طالت عماركم على دباس وينك جرايه وينك جرايه دباس دباس واللي بعده دباس ما ياخذ بنات الناس انا اشهد قربوا يا الربع قربوا اراج يا من يسوم بسام 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 محمد كل واحد عند طاولة يحرس سبي زايد عليها هي كله كل من العرب قد حاطت الطاولات ويعرفون شو بيزايدون سبحان الله وكلن يباشي هذا المجدول حد بالعربي مجدول إذا سني عن طاولة ما يخوز لو يشتريها بعشر تلاف حد عند الزاملي حد عند المدهن كلن له طاولة سبحان الله هذا الصقعي تبارك الرحمن ما شاء الله انت مالك ما يحق لك تمسك لكن يحق لك انك تشوف كم زايد تشوف التمر تبطل الكراتين تاخذ عليه نظره بدون ما تمسكه وتزايد ويحق لي اللي هذا شوف الله عليك هذا نوادر ما شاء الله ذهب ما شاء الله والله يا جماعه شوف انت تشوف الكراتين كلها حق الكرت تبطل تشوف كراتين انت ريال دافع فلوس بلاش شوف ذهب انا اشهد هذه طالت اعماركم يوميا هالمزايده يوميا وكل من يجي وياخذ ان بغوا هالتجار هالمحلات يزايدون ولا ان بغوا الناس الافراد كلن حر وكلن بصير بالشيء اللي هو يبا يعني الحين التجار هاي يبنوا هذيل نحن من المحلات هذيل كلها أغلبية سرمنتجه كل الجماعة اللي تشوفونهن كلهن سرمنتجه شو الحين بتبتدي العرب
يبتدوا المزاين ويبتدوا المزايده ويبتدوا كل يحط سعره. واحب خاطفكم طالت اعماركم على محل او محلين من الاسر المنتجه، من ثم بنسير لهلب التراث. منو المسؤول هناك؟ وين قسم التراث؟ في قسم التراث عندنا مهات ليلى بيضان القبيسي. ليلى بالضيدان القبيسي. الشعبي بعد عند زايد ساري مزروعي. زين بنسير عند زايد؟ زايد وليلى والجماعة كله هنا. إن شاء الله إن شاء الله. هذا الحين محلات طالت عماركم كلهن طايحة عما تشوفون. ما في الحاضر مدح، واللي يبى طالت عماركم يوصل وله عين تنظر. ما في الحاضر مدح، الدنيا ما شاء الله كلها ريخة وكله زين وكله فنان وكله صفوة المنتوجات والهوم ميد، ما شيء عادي، كله هوم ميد، أشياء سبيشل فوق على السبيشل. يا فور المنصوري ايش حالك يا فلان؟ كيف انت؟ يا مرحبا يا مرحبا يا لي عيد. الله يبارك فيك يا فور. حكيني شو تشوف المهرجان؟ المهرجان يسد الله يطول عمرك هنا في مدينة زايد، نحن فيها فرح ومسرح وقريب علينا، بدأت الوثبة قريب. اي والله نحن وهاليو بيون جاي، نحن والتعالي والتوفيق بعد كل المشاركين. بدأت الفرص. كيف تشارك انت؟ انا مشارك في الليلة المعنوية بس. اشكرك انك وجودك روح حتى مشاركة. وجودك هذا شفت لي حاط القيمة. يعني حاط محاياة. عرف المحاياة؟ نحن غاموسك انت تبارك الرحمن. محاياة المحاياة طال عمرك. محاياة ما اعرف الدنيا. لا ما المحياة حين هالبحر يخبرونه. قل لي هاي المحياة طال عمرك يحطون هالهامور يوم يبون يزخون هامور. اي نعم حطوا لي المحياة تظهره. ابشر بالخير ابشر بالخير. انت ما شاء الله عليك محياة الألف بكل بقعة. الله يبرحك ويطول عمارك وليالي عيد. شوف مرحبا يا رب العالمين. مرحبا يا حبيبي. الله يسر امورك. على خير. شوف الله عليك. عبد الله بن يافور صديق وانا دوم بيني وبينه مناوشات وسوالف. عسى الله يبارك فيه من الشباب النشيطين، ويوم تلاقيه ملاقاه حلو. نعم. حد من العرب يوم تلاقيه موتك حتى طالع وياه. اي والله يدخل تحرك تحرك طال بديانه. اي والله لكن ابو يافور وهي بشوش ويسولف ويرمس. كم تسوى ملاقات العرب اللي مثله؟ انا اشهد. وبعد اليوم انت ابو محمد غير نمونه. كيف؟ ما عرفتك. عارف بالاصفر؟ ايوه. تعالوا ما صورت لكم اليوم لبستي. كندوره صفراء. جوتي جوتي. جوتي. ها ها ها. حليبي حليبي حليبي. هب حليبي اصفر. اللي المكان طالت عماركم اليوم حي والسبه قربه من العرب. قرب العرب. هالبنات سايرات ويايات والعالم الناس كلها تصير وتي فرحة. قلت لكم اليوم يوم يقولون مهرجان مهرجان، هذا أبوي عرس عرس ومهرجان ومعرض وكرنفال. شوف فعالية ما في شيء في الدنيا ما تروم تحط عليها مسمى هذا الحدث اللي نحن فيه. ما شاء الله شيء جميل وفنان والعالم كلها فرحانة. وين بالله عليك المزروعي؟ عبيد خلفان موجود في الجنة. وين؟ عبيد من خلفان المزروعي. نحن بنسير جدا عبيد من خلفان المزروعي. الله يسلمكم عندنا. السلام عليكم. هذه خيمة روح اللي صورت لكم ساعة أولها وهذا آخرها. هذه هشو هذه وحدة، هذا أولها وهذاك آخرها. اللي تونا كنا فيه في المنادة مال التمر هاي تروحها، وهذا قسم بعد روحها. هذا روحها هاي القرية العالمية، القرية التراثية العالمية. هاي ما بالله قرية عادية، هاب قرية تراثية عادية، لا قرية تراثية عالمية. شوفوا أولها وين، شوفوا آخرها. منو يقصها؟ منو يقصى أولها من آخرها؟ منو يقصى أولها من آخرها؟ شوفوا بالله عليكم. لا تقول شيء. لا الريحة كم تسوى. اي والله كأنك داخل شلة معاريس. اي والله حرام كأنك يا شلة معاريس. ما شاء الله تبارك الرحمن. يو ليلى بالضيدان. وين ليلى؟ ما أدري بهالليلة وين. السلام عليكم. ايش حالك؟ الله يسلمك. ايش حالك؟ الله يحفظك. الاقسام الحين تعرفين اول بادي تعرفين بحضرتك. انا حمد المزروعي مسؤول قسم الفعاليات الحرف التراثيه. مرحبا 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 مرحبا. الله يرحمك على بابا. ايش حالك؟ الله يحفظك. خير يا خير. يا بارك فيك. يا مرحبا يا مرحبا. ام منو؟ الله يحفظك. ام راشد. ام راشد كيف حالك؟ خشمك الله يحفظه ان شاء الله. مراشد تعرفين على الأقسام هذه؟ بارك الله فيك. هذا أول قسم سف الخوص. السلام عليكم. كيف الحال؟ هاي يوم حاميات التراث يطرونها العرب.
ان شاء الله ان شاء الله. هاي الحرمه سفروحه بعد مقير، وهاي بعد هاي شغله الفوصل اللي تسوي مكبه ولا تسوي سرود ولا تسوي طاقه ولا تسوي زبيب ان شاء الله. السلام عليكم. وها طالت عمركم، حد ينجي وحد يضم، حد ينجي وحد يغسل وحد يضم، حد يكنز وحد يكنز. طالت عماركم يحب الكناز وحد يعيب المضامد، يكون كل حب على راسه كل فرده يعني. وشو تحطون؟ شو من مكونات؟ حط السنوت، نحط المهيبه على عندنا. ايه اكل اللي نحط. الله يواليكم العافيه. الطريقه طالت عماركم، هذا طال عمرك الكناز الاول. هي. انا اضرب مثال في الكناز الاول. اي نعم. الحمد لله الحين الدوله تطورت والعرب بخير، الله يطول عمر شيوخنا ويديم عز حكومتنا ان شاء الله. امين. لكن آمين. لازم اللي ما يعرف الماضي ما يعرف الحاضر. اي نعم. اي نعم. الاول هذا 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 الاول، هاي هذه هي الحقيقه. هاي اللي تشوفون انتم هذا طبيعي، هذا يسمونه دلاج وكناز. نعم. يكنزون طالت عماركم السح بريولهم الاول، يغسلون يطالعون عاد ما بواحد جاي محلط، يطالعون الطفل النشيط، يطالعون البنيه النظيفه، يطالعون حد الفنان، خلوه يغسلون ريوله، يغسلون ريوله وينظفونه ويخلونه يكنز. وحد منهم بعد الاول اللي يلبسونه نايلون بريوله، هذا عاد اللي ما راموا لحيله من ريوله. ما شاء الله ما شاء الله. بالسيارة. ناس عادة. هم يدوسون الحين الحمد لله المصانع، اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. والبيوت فيها الحمد لله الطحانات. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. اللهم لك الحمد. يا مرحبا بمراسل. الله يسلمك. تقريبا اندثرت عندنا في الدولة يعني. شو هي هاي؟ هاي الكرمة، ما سمع يوم تقول أبغى ولا يحل بلي بالكرمة ويعلق في العمود. الكرمة. هاي الكرمة، هاي يصنعونها من. يصنعونها من من اللهاب، العسق ماله، عسق ال عسق النخ. هي هي عسق العتق، العسق روحه، العسق روحه، ما ب ما ب ال العسق والخوص. لا لا هذا يلد. عسق وخوص. اي نعم. ما بالعسق روحه، لا لا هذا هذا ما هاي ما يتخلل الماء ولا لا ما يتخلل الماء. سبحان الله. يدهنونه بتيب حلبه مطحونه، يسوونها مثل عينه ويدهنونها عشان ما يخر منها اللبن. سبحان حتى اللبن يحلبونه فيها. سبحان الله. في هذه هذا الحين ما حد يخدمها. شو لها من الاسامي؟ شو اسمها؟ يسمونها الكرمه. كرمه. وهاي يحلب فيها، طلعت عماركم يحلبون الحلاب وما تخر. سبحان الله. عيال عيال من عسق، العسقه طالت عماركم واليل تروي اليل، طالت عماركم العسقه، العسقه اللي هي اللي متعلج فيها رطب. نحن هذه بنراويكم اياها، لحظه خلكم وياي شوفوا. خير الله يتكوده. يوم يقولون العسق، هذه العسقه وهذا شمروخ، هذا شمروخ وهذه العسقه. العسقه هذه طالت عماركم جليل اللي يعرف انها لها لها حايه، حايتها طالت عماركم الاول يقبضوها كم قبض يخموا بها، لانه يسوي هاي يسوي شرات العسو المخمه يخموا بها الاول، لكن هذه يبشطونها تبشيط ويخلطونها ويا الخوص هذا ويسوون منه ويخدمون الاداه اللي هي هاي الكرمه. هاي الكرمه تخدم من العسق والخوص. يشرفونه لين غادي مثل الهدوء. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وهذه هاي خدمته، وهذا اليلد هذا اللي هو يكون تحت ال قاعه ال هي. سبحان الله. وهاي يسوون بعد صناديقات يعني خدمتها الاول. سبحان الله كل شيء ولا شيء. لا عسمت يا بنات جبت العمل. الله يسلمك يا رب. وهاي طالت عماركم عبد مغير، حيسوون بثيثة. وين؟ هاي حيخدموا الدخون من التمر، من النخا. كيف؟ اي نعم. هذا دقه دقه والله يسلمك، طلع النخل هذا طلع البحار
ودنوا في العطور، حطوا له المسك، حطوا له الدويات اللي يستخدمونها بالمعمول، وطلعت ريحه حنينه ما شاء الله. سبحان الله، هاي النخله المباركه نستفيد من كل جزويات. اللهم لك الحمد. واما هذه طالت عماركم تخدم مسابيح، والمسابيح طالت عماركم من النوى، من الطعام. شوف سبحان الله. شكرا. وهذه بعد حب الشفايا. نعم من الصوغه اللي الهدايه هي هديه الهديه هي. نعم، وهذه لخواتنا مسويات هدايا صغار يعني حق تتوزع على الجمهور، مثل مسويات ميني من هي مثل هاي ها. شوف انت ومرتبين فيها الاشياء ما شاء الله. هذه بنحط داخل داخل الماكينه. هذا ابل الماكينه ولا بلدين؟ انا ما جذب ويا اكل حتى الحصى ما علي. قال عمارك هذا شو الحين؟ الله يسلمك. هذا خلاص. وهذا شو عندك؟ يتقدم كهدايا. نقدم هدايا حق زوار المهرجان. حق زوار المهرجان. شيء نحط عليه طلع، وحد نحط عليه فواكه ومكسرات، يعني أفكار. شكراً طال عمرك. زي طالت عماركم فكرة فنانة وغريبة. هذا شاي. شاي من؟ من الطلع. فكرة هي طلع، هاي يقطعونه ويغسلونه ويجففونه ويخدموه بالشاي. فكرة من بالله عليك هذه؟ هذه ليلة بالضيدان. طالت عماركم أبوها ضيدان وامها فاطمة، يراني من يوم أنا ياهل الباب بالباب. أبوها سامحيني بالعسمة، أبوها طالت عماركم صاحب فرقة العيالة، عدة العيالة وبضبي عدة القبيسات يسمون يزقرونها عدة القبيسات. أبوها وعمها ضيدان ونادر. أما البنت فليلة. ليلة قضت مهرة طالت عماركم، ما تعرفون العيالة والأشياء هاي شغل جايين. فليلة ما شاء الله عليها قبضت شغلة الحريم وسوت هالمنتج البسيط الفنان اللي هو عبارة عن شاي الطلع. عدري سبحان الله، يرد شارات من اللقاح اللي في هالبحرين، شارات من اللقاح سبحان الله. ما أقول عن شيء. أبوك ضيدان وعمك نادر وين بتيبين أبوي؟ ما يغلبهم شيء. هاي قهوة قهوة النوى. هاي صار لنا من سنتين. إيه. السلام عليكم. إيش حالك؟ الله يسلمك. هيئة التراث والأستاذة ليلى القبيسي. بعد ليلى القبيسي من أفكار ليلى. كيف حالك؟ أنا اسمي خالد. كيف أنت؟ أنا اسمي خالد أحمد عبد الله الخالدي. من هالبضبي سكان مدينة ما يعرف أول عمرك مرمسنا موسع خطرنا ولا ما نفارق السناب إلا كلهم طالع خالد الخالدي. الله يطول بعمرك جزاك الله الجزاء. بعد قهوتي أنا كنت فايز فيها ماخذ المركز الأول. هذه قهوة طالت عماركم خذت الأول المركز الأول. هاي الحرمة راعيت هالمنتج خذت المركز الأول. حرمة ما شاء الله عليها رماس وراعية علم وخبر، بتخبركم عن القهوة وعلومها وأخبارها من وين يت ومن وين تنتت. ما أخذ أبوي مساب عليك من قهوة النوى. زين شعري وهذا الممروسة الجديدة اللي مسوي الممروسة على شو مسح؟ على خلاص خلاص. وهذا السكري. هذا السكري. زين شعري خليني أول بالي من أشرب هذا قهوة الطلع شاي الطلع وبرد بنت قهوة من عندك. سبحان الله، يوم الادمي يوم الله يكتب له الرزق والنصيب. بتخبركم هي عن قصه كيف خذت جائزه القهوه. تفضلي. انا
أول بادي بسنة كم هذا ومن متى؟ هذا سنة 2023. إنزين أنتم من هالسلعة؟ نعم. إنزين شاركين طال عمرك في مزايا الترطة؟ نعم. أبي حرماتي قرر في تسجيل القهوة اللي بيسوي القهوة بينفوز بينعطى الجائزة. كم عادة كانت الجائزة؟ 100,000. لا إله 100. يا ربي ما كثرهم. طول عمر الشيوخ. ما شاء الله ما شاء الله. 100 يا رب احتشرج. انزين انزين ما بعب ما بهاينه الرقم حوت زغت. انزين فيها بروحك يا سير ويا فيها اسئله وفيها قدام الجمهور وفيها انزين هم اليوم ولا يومين ولا كم عزمتوا في الشغل هسه بيسوون بها ويفوز ها سجل انا وحرماتي حرماتي ما ظهرت اسامي انزين وانا ظهرت سبحان الله وسكت وقدمت ويد والحمد لله ما توقعت 100 تعال على مجلس التعاون ما شاء الله اخذتي الاول الحمد لله وسويتي من 100 انتحرت الحياة الزمان 100 ما شريت الله يطول بعمرك ان شاء الله ويحفظك يبقى نبقى الحين بنطعم من قهوة النوى يبالها عادة من الممروسة من الكفالة هذه من خدمة يدينا عادة لا اسمها يمنات بالسمنة قطة بالسمنة بس علي بندحك يا ربي طيب تطلع هي ذرة هاي قهوة النوى اللي هو الطعام هالعمان يسمونه فلح ونحن نسميه طعام وله عدة تسامي هو نوى والطعام وهالعمان يسمونه فلح نوى باللغة العربية الفصحى والطعام بلهجتنا نحن كل شيء حدنا غير نمونة كل شيء نحرو كل شيء نحرو احنا اسمنا غير مختلف وعقب الحمسون يقولون هي قلون 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 من هذه أم خميس شو فائدة النواء؟ فائدة النواء طويل عمرك يعني له فوائد حق العظام وحق الحصى اللي في الكلى يفتل الحصى وفي فوائد في فيتامينات للجسم سبحان الله فوق هذا كله خالي من الكافيين شوف أنت خالي من شوها؟ من الكافيين شوف أنت بالكافيين قولي لي كافيين يعني شو اسمه؟ يعني طبيعي ما شاء الله الله لا خلانا منك يوم خميس طال عمرك مشكورة أثريتينا بهالمعلومات الطيبة جزاك الله الجنة الله ياجرك تشالي على يميني هاي الحرمة هذه هاي من هالوين هاي من هالغياثي من غياثي مرحبا ما تبي تصوير انزين فوق تحت يلا اللي تبينه أمنا الله يسلمك أم محمد أم محمد من زمان انتوا بالجمعية هذه؟ مبسوطين؟ منو مديرتكم؟ ليلى ليلى بالضيدان ليلى بالضيدان تربط بيني وبينهم صداقة أهل ودم ولحم وأحبهم محبة عيني هي والله الله يسلمك يحفظكم ردوا السلام على ربعكم وهاليتكم مرة ما خصلكم حد شايف الخاطر؟ هذا ابوي حساب هالحرمة رايعة ابوي القهوة اللي ما اخذه الاول هذا ها عربيك كوفي خالي من شوها من الكفائي شوف انت قلنا هذه حبة النوى هي هذه حبة هي خالية من الكفائيين وكل شوف انت خالية من خالية من شو من الكفائيين شو كفائيين حب تحرمونها بها كفائيين تراها خالي من الكفائيين الشعثة حد الحديثة الإشعاثة طالت عماركم
عدة أنواع، شيء مجففة وشيء طرية. هذه المية اليابسة ولا أنا غلطان؟ هي عبارة عن تمر وشامي، تمر وشامي ويمردونها ويا الدهنة وتخدم بهالطريقة، يتفاولوا بهالعرب. هذا منظورها الأخير. هاي شيء بن محمد شعثها، الشعاثة نحن ربعنا هالبضابي دول ما يسوونها ولا شد سمعت بها ولا شد عرفتها، وهي جاية من الغرب. ها هاي جاية من الغرب، يسوونها باليق ويسمونها بالسمن والتمر. هي نعم. ربعنا يسوون الشامي. هي الشامي طازة. أنا بعلمك الحين. هي وين؟ قلنا لك. لبيت. هذا فرش عن الشامي، مش أنا يابس ونحن دقينا ومسعودية. ها. الشامي طال عمره يخدمونه يستعملونه اللي يقطل ميبس هذاك وقت المحل يوم ما شيء شامي. هل راس الخيمه يسمونه خشكوه، يحطون عليه ماء وحطوا عليه دهنه وكلوا منه. زين الحين منو يقول ام بريد ومنو يقول شامي؟ نحن ام بريد طال عمره يحطون عليه دهن ياكلونه بالتمر. هاي ام بريد شامي. لا شمون تحت عندك هالحظر يا ربي ما لده الخدمة متعوب عليها. والله العرب دي تخدم خدمة ما يبعدين كان ما يضرني. لا بحس انت شغلة فنان الله يبارك. طالع الشنطة هناك يخدونه كان ما يضرني. شو ضرك حتى مروا السماء؟ شو ضرك والله العظيم عينك تروح مبرقه بخير وسهالة. ما لده معاملنا عادي. استقبل فوالي ليش ما استقبل فوالي؟ ابو محمد لبي لا حبيبي استقبل فوالي. لا ما انا ما اروح حبيبي. حطيها منو يسد الفال؟ سد الفال شيخ. طلع شو هاي الشنطه حين؟ هاي شنطه شلها الحرمه فيها. هي هاي خدمه انت؟ شو مسوي؟ كيف مسوتنها؟ سدوا معجن خيار. ما شاء الله. مرحبا، ايش حالك؟ خير. متابعينك تتبعك العاف. من انتي؟ عبرة من تحميد قبيش. يا مرحبا بالتحميد. كيف حالك؟ الله يسلم. تحميد باركتوا بوصلات المعازيب عندكم. يايت حمدان بوصلات الشيخ حمدان. عند وايد مراه حرب. ما شاء الله الله يبارك لك ان شاء الله. الثلاث الاول زميم شو بحضر انتظر. ما حد زميم ما زان الا عليك. ترك الله اكبر. نسيه وخالي مناصير. اشكر فن زال زين. هذه انت روضه. الله يحفظها. ايش حالك يا روضه؟ كيف انت؟ انا ابدا ما اتابعك عند المطبخ ما ادري وين. شفتي بالله عليك؟ ما فنان متابعين؟ يسلي القلب ويريحه. خاطر طيب وضحك وسوالف. العرب شو تبى؟ ناس بخير وسهال، الناس كلها سعيده وفرحانه. ناس ما تبى الا الضحك والسوالف. الله يرحمك على فضله. ان شاء الله عيوني بتيكم اول. الله كان رجع لنا هناك. تشوف العالم كله من عندك من بيته. وين محضركم انتو؟ الضوير هذا كله قنب وفلاح. ما شاء الله. والله والنعم. لا كان ما حد بيجي ان شاء الله. العيال لا فيها بركه. الله يبارك فيهم. ما شاء الله الله يبارك لك ان شاء الله. بنت حميد ما شاء الله خدمه فوق ما فوقها فوق. خدمه فنانه. 5000 هاي سويعية. هاي يوم قلوا سويعية من الخدود. هذه من الخدود. هذه بالسيتمي. الله يسيتمي والثوب ما شاء الله. الله أكبر. بقليب ما شاء الله كل ما في زين. لزمي مروحة يسواله 10 ملايين. ايه هذا يا الله. الله أكبر. ابن زنيدات حياه ابويه. ايه يده معطينا قطع يسمونه الاول. عطونا يوم يجون يحاضرون ما عندنا خال. عطونا غير يقولوا له هاي خرفه وتمره. هاي وين يد ولا معطينا حياه يد يحميها. ها محمد بن عامر عاطينا وياي يتمرون يحرفون منه ويشيلون. بس هي حق يدي. تعالي محمد بن هامر. تعالي هناك ما شيء الا غيط حق حياة موزة بنت سعدون. لا هذا في الماري من الشرق. في الماري من الغرب. من الشرق ماري تبوي من الشرق. من الشمال انا سادك اللي حق نعم. الشنطة هي بيتك فيها هذه. هي
هاي من عندكم؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خد هذه سوينا لها. بالله عليك أحل عرب تبي تشوف الزميب؟ الله أكبر يا الزميب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا ما شاء الله كل ما فيك زين. لا اسم الله زين انت لين اليوم لين باكر زينه. الله يحفظك ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله على العافيه. الحمد لله الله ملك الحمد. الله يطول بعمرك ويحفظك ان شاء الله يبارك فيك. افرحني شوفك. الحمد لله ما نشكو من باس ولا علينا قاصر. نحن في دار الفلاحي ما فوقنا ما فوقنا الخير وتحتنا. اللهم لك الحمد. امين يا رب امين. يحفظكم ان شاء الله ويطول بعمر بنت مبارك ام الشيوخ. الله يحفظها ويخليها ان شاء الله. ها كلها هدايا من الجماهير. هذا زاملي خدمه يدي. شو ما شاء الله عليك الحين عدل زي ما زين. شوف انت انا الغبار طعن وهبينا صفينا في الغبار. أقول لك شيء من القصيد لأقولي؟ شو؟ شيء من القصيد؟ لا ما عندي قصيد. لو بيتي لو شيء لو شيء بسيط لو أدناتي تيملي قصيدة والله لك من الأشغال قصيدة أبحاف أبحاف. لا لا تعال أبحاف. اسكت أنت. لا هاي أسمع تابعك ويوم راشد جاتك لين البيت. هي هاي جاي في راعية أم القيوين. أم القيوين هي؟ هي أم راشد الرماس راعية القصيد. لكن فنانة ما شفت عاد صورته. لا والله بكرة حكام والله العظيم بكرة حكام. انت قال ما شاء الله عليها فلك حرمة عن عشر حريم. قصيد نسيناه قصيد عمي زعما احنا ما شايلين قصرتي قصور منك. خلصنا الحين تابعت سوالف ابو قالوا يا اللي يا ما سمعت اني ذايبه يلا في حد قالوا لي لا يتقف شو اسوي. هالخالدي ضار يا سنه ودع الله يغفر له ان شاء الله. امين. اشوف اللي رايح ادعي لك حتى لو ما تدري. الله يطول بعمرك ولا يخلينا منك. هذا الحين دم دمت هاليتنا انتم جماعتنا ودم ولحم انتم خوالي وانتم يبلغ يبلغ طال عمرك. مشكوره لك. باجي هذا خدمه من طالت عماركم المامروس. المامروس شو مكوناته وشو طريقه خدمته؟ نحن الحين بطولنا تفزت من الصرار نبي نعرف أول هذه خبريني عن طريقة خدمته. طريقة الخدمة إيش قايل؟ أول شيء تنزل التمر. هي. وبعدين أدرسه مع العين. نعم. إذا هو عين إذا هو خفين نتجمع. زين الطحين تحمسونها؟ إيه نعم لازم والعيش تحمس معه. نعم. ونطحنه. نعم. ونحط فيه بغينا نزينه بالمكسرات زينا. نعم. مع السمسم شوي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ذوب الزمر. بذوب من هاي المهبوشة ما باخذ ما بهبش الجديدة. لا احد ما تعيش واحد ما تطعين بطعم منهن كلهن كله. مره ما يهمك ولا هذا ديتنا لكم. الله انا طال عمرك ما بعلي شيء. انا طال عمرك انا بتقهوه وباخذ لي فنيال وانا بتوكل على الله. طال عمرك مشكوره. من انت الله يسلمك؟ انا منصوريه. من ام راشد. مشكوره يا ام راشد على هالخدمه الفنان الجميل المميزه. هذه خدمة براشد طالت عماركم خدمة زينة خدمة عرب مناصير. ما شاء في وين غيتكم؟ ذروانية. ذروانية ما شاء الله. عمار ذروانية ما شاء الله. بنطر يا ابوكم الصراط. والله يحفظك لو انا مشهور مثلك. والله يا ابو محمد بغيتي بخير سالم. انا والعسل اللي يغرونك خر الله يبارك. حرام يا انا طعام ما حد يعطيني. انا متوحني. انا اسبوع اربع هني حابي ما حد سقاني ما شفتي. بالله عيش الحسد يغرون خر بحياتك شفتي حد يحسدون هكذا؟ ها والله لو ما الحسد ما مات احد. لا لا لعبوا كنتوا حد عطاكم سمن شابوا والسمن والتمر ما شاء الله. اي والله هذا عنوانهم طالت عماركم خدمه فنانه حلوه حلوه حلوه. الجوف الجوف هاي بخدمتهم.
المروسة والسحوح الفنانة والدنيا ها كلها خدمة فنانة. طحين العيش وطحين البر وطحين رقم اثنين اللي يبى طحين العيش ولا يسمونه عيش مطحون؟ لا لا احنا نسميه عيش مطحون. طحين العيش ولا عيش مطحون يختلف عادي من بيت هي يختلف حتى من شخص لين اخر. طحين عيش قالوا طحين عيش وما بعيش ولا عيش مطحون كله ياي يعني. والله بدأت شفتك والله يا بن زلين كله هي ياهي قهوة يعني والله. الله لا خلانا من شي بتلعب الله يطول بعمرك. وين سكون طال عمرك؟ خدمة فنانة طال في الوثبة ما شاء الله. وياكم حين كل يوم تضبون بضبي راتين يا ليوة تباتون في ليوة يعني الله يسر أموركم إن شاء الله ويحفظكم. وين بالله عليك؟ في غشة. متى هذا؟ هذا الشتاء اللي طاف يوم اللي قبله يوم يعطوني تنعد العودة تنعده وتتخرطه مرة على ورا عندي كبرها والله. وين يعني ظاهرة بالله عليك ظاهرة يا ريا دورة هي والله قبضوني تنعده طول اللادمي وتعقني مصير يومين موجود اقول لك ابو سالم هذا محمد هاي الشباب الله يبارك مسوي مشروع جميل عبارة عن شاهي إيه؟ من كل عين عود من سبحان كل الله. منو له هالمشروع؟ والله شوف خليفه واقف عليه خليفه المهيري. نعم خليفه شو عندكم؟ عندنا ابو محمد جميع انواع الشاي تقريبا ما يقارب الحين كملنا يمكن 70 نوع شاي ما شاء الله. نعم من الهندي من السيلاني إيه؟ ومن الفئات المختلفه اللي هو يجيك من اقل درجه من انواع الورق لين إيه؟ اعلى درجه من انواع الورق إيه؟ وين مشروعكم؟ وين مكانه؟ في ابو ظبي تم عسكر النهيان. وين عنوانكم؟ عندنا الموقع الالكتروني. هذا الموقع الالكتروني هذا الموقع الالكتروني واللي يبي يسوي عليه كابتشر عندهم جميع الشواهي. وهذا حزب الشاي زغت حزب مكتوب حزب الله حزب ترى والله اني تروعت اللي امسات مجتول. هذا شو؟ شاي الفاخر. هذا اسمه خدمه هذا شاي لخدمه العملاء. وهذا حزب الشاي يا اخي انتم غير مثقفين. خدمه العملاء هم رقم التواصل خدمه العملاء ايه فنانين الله اكبر نورهم عليها. نحن لا مره بنحط لك الرقم اقولك ما تسب لنا الشاي خلينا ندوق خدمتكم. شاي حمر شاي حليب؟ لا والله شاي حمر شاي حمر حاضرين. شاي مخدر بورقه شاي طريقه مش 100 كيلو بدون اكل بدون ماء مره ثانيه. شو اسمه؟ ده شاي بيداوي القلوب الحزينه عمي ويبعد عنك بنات اللذينه. ايوه شاي القلوب الحزينه شاي. يا جماعه الخير هذا ياسلنا يعني نشبه قبيسي يحق لك لا لا الله هذا بلسم من عمك يعني انت عينك يا ربي نشبه لا ولا بلسم سحب بلسم على الشف. لا خلينا من اسمك يلا من اوليها. شو اسمك انت اول؟ انا ابو معايز. عندك كم نوع شاي؟ عندي يا باشا جميع انواع الشاي. يلا اديني الاولاني. عندي شاي طويل عمري مشيك 100 كيلو بدون اكل بدون مي ضد الرصاص ما شاء الله. الرادار نفسه مش يلمحك وانت ماشي. هذا الاولي والثاني؟ نعم عندي شاي كركركان. هي ده شاي ادمان يبعد عنك السرحان والتوهان. الله اكبر فضل. شاي ركان. ركان عم. زين والثالث؟ ثلاث عمله لك دلوقتي. زين حيكون في شو مخصصاته؟ في كل انواع عمي. لا الثالث بقى بيداوي القلوب الحزينه ويبعد عنك بنات اللذينه. الله اكبر. شاي يعني بص مش عارف اقول لك شاي طريقه عبد شاي يومنا في حب المصريين. حليب مدتين مصري يبيعك ثيابك اللي على ينبك خفه طينه وادب واخلاق وكرم وطيب. لو ما عنده شيء يعطيك من هاك الرمس البارد يخليك تعق ثيابك اللي عليه يمك. كيف صايدنها؟ خل من الاول كيف صايدنها؟ خي بس لا تكوت هي مكبرها كبري هاي اعطنك يا عيسى حمد هرب اللهته ليلي والله يا ابو صايب هذا في رمضان قبل نعم. المغرب خمس دقائق نعم انه يروم يشهد ساعه صايمين وبحر شوف بالله عليك هي هي ها شوف بالله عليك كيف صايدنها صايم وين انا مشن كان عندي طول اللادمي عندي التصوير الفوتوغرافي. شو صورتني شفتوا الصوره اللي احطها اليوم انا ومحمد عثمان
هي مصوره لي اياها، وهذه طلعت عماركم موجوده في هذا الركن، مصوره فوتوغرافيه جيده ما شاء الله عليها، هابه ريح الله يحفظها، وشغلها مضبوط وفنان وعيني عليها بارده. عند بيت فيزا هناك طلعت عماركم اليوم ريقال، ندوره اتفق، والحمد لله رب العالمين سخرنا بن عيد وصابانا عليه، تعازمنا نحد له نحد له نحد له لين طحنا به. عبيد بن خلفان المزروعي، حالك كيف انت؟ طول بعمرك. اول شيء نشكرك احنا على تغطيتك وتواجدك بين اهلك وربعك في مهرجان مزاد لي ولدك. الله لا خلانا منكم يا اخوي، ايش حالك الله يحفظك؟ خير بشرك. السنه ما تلاحظ ان سنو وايد الدنيا اليوم نبى الناس شوي يفرحون طفول الشتاء. نعم، جدمتوا سويتوا السجاد كله ابيض. ابيض لا اله الا الله، ما فيكم حيله مزاريع. شو الجديد السنه اللي ما موجود كل سنه؟ شوف محمد، الحين اليوم الحمد لله اليوم الموسم الثالث لمهرجان مزاد لي ولتمر. نحن احتفينا بموسم جني الرضا في شهر يوليو واغسطس، اليوم نحن نحتفي بموسم جني التمور اللي هو اللي هي المرحلة الثانية من الرضا. نعم لله الحمد، اليوم عندنا أصناف، شو أقول لك، ما في صنف عالمي ما تم زراعته عندنا في دولة الإمارات. الناس تتسابق على زراعة الأصناف نقول النخبة. نعم اليوم عندنا مزينات تمور، عندنا اليوم مسابقة النخبة، ما أدري صورته ولا لا. صورها الله أكبر. مسابقة النخبة اللي هي خمسة صناع. نعم. قلنا خلي المزارع يختار أهم خمسة صناف عنده مزرعته ويشارك فيها. نعم. وكل سهم في المسابقة طبعاً، حتى اللي ما دخل في المسابقة تموره راح تدخل المزاد. سبحان الله. أنا بقول لك يمكن صارت أول سنة شخص عندنا ما فاز، كان زعلان إنه ما فاز. ودخلت تمور المزاد وباعت 50,000. سبحان الله. لأن اليوم الناس تطمح إنها تأخذ تمور متميزة، تمور فاخرة. الناس تهدي الناس. نعم. ودها بالشيء اللي يمنع. نعم. بالاضافه الى عندك مسابقه العسل، يعني كانت اول تجربنا فيها، كانت عندنا اول مشاركه للعسل، كنا نجرب الوضع، تفاجئنا اليوم عندنا في الامارات اكثر من 3000 نحال اللي مهتم في 3000 اخذ 3000. سبحان الله. ويوم بدينا نتبع الموضوع كيف طلعت ان زايد الله يرحمه يوم سوى الغابات وزرع السدر وزرع السمر والغاب غيره، غدت هذه هي اللي تجذب النحالين. نعم. اليوم كان 3000 نحال في الامارات، من اشواط خاصه لمنتجي النحل عندنا، منتجي العسل عندنا في الامارات، بالاضافه الى نقول المنتجين العالميين، عندنا مسابقه خاصه لحال الامارات، وعندنا مسابقه خاصه للعالميه. نعم. عندنا مشاركات حتى من اوروبا. ما شاء الله. من تونس، من اليمن. العراق اليوم بعد. عام العراق، اليوم عندنا العراق ضيف شرف. الحين اول سنه كانت عندنا قريه عالميه، ثاني سنه كانت عندنا ضيف شرف من المملكه الاردنيه الهاشميه، اليوم عندنا جمهوريه العراق متمثله في عده شركات منتجه للتمور ومصنعه للتمور وصناعه الحرف اليدويه، بالاضافه الى مشاركه من وزاره الثقافه والفنون عندهم العراق، انهم قاعدين يعني مع القريه عندنا نعرض الفلكلور العراقي، سواء كان في لبس، سواء كان في اهازيج، سواء كان في اشياء اخرى. بالاضافه الى مسابقات الطبخ، مسابقات التصوير الضوئي المختصه في البيئه والطبيعه، سواء كانت البحر او البر. عبيد شفت اللوحات ما شاء الله، نحن في بر واللوحات مجسمه شيء رسامين. نعم. في البحار وفي اليبل. نعم. وفي اليزر وفي النخال. سبحان الله. اليوم الحمد لله زياره راعي الحبل باسم الشيخ عبد الله الزلنا مثل حاكم منطقه ظفره، اخذ تشريف ان اليوم زارنا في اول ايام المهرجان. الله يطول. هذا اكبر داعم، اليوم عندنا قياده رشيده يعني اقول لك واعي ودعم لا متناهي في كل القطاعات، ما نتكلم عن قطاع الزراعه وغيره، في كل القطاعات شوفنا يوصلون، شوفنا مشاركين افراح، فلله الحمد ان شاء الله نقول احنا راح نقدم ان شاء الله ما يرضي جمهورنا، وانه ان شاء الله يوصلون لنا ويشوفون ما يرضيهم ان شاء الله. المهرجان استمراريته الى متى؟ شو تقدم في هالكلمه دعوه لمن؟ اليوم أدعي شعب الإمارات، زوارها، مقيمينها، كل جنسياتها يزورونها في مهرجان مزاد لي ولتمور، راح نستمر إن شاء الله لين 20 أكتوبر، نتمنى أن يشاركونا فرحتنا إن شاء الله في نقول موسم جني التمور، ونشكر مرة ثانية.
على فكرة الموقع اللي أنا فيه هذا يبعد ساعة من العاصمة أبو ظبي، يبعد ساعة ونص من دبي، يبعد ساعة ونص من العين، يعني للي جاي من السلع، للي جاي من قطر لبيوم، من قطر أبوي المسافة كلها ساعتين ونص، من الدوحة روح لين المكان هذا ساعتين ونص، ولي بيي من مسكت أربع ساعات، ما ببعيد. والطيائر تنشل، والبحر ينشل، والبر ينشل، اللي بي على ناقة، اللي بي على حصان، اللي بي على هو. الحمد لله الطيران موجود، خير موجود، والفنادق مكونة، والعرب طيبة، والبنية التحتية الحمد لله، والشوارع تغني لي ست خانات في كل مكان. اللهم لك مشكور يا ابو طال عمرك، حافظ بارد فيك، يطول بعمرك، ولا يخلينا منك ومن من نجاح الى نجاح. الله يوفقكم وياجركم ان شاء الله. ناصر بن سعيد المتحافي المنصوري، هذا الرجال هذا شي خص مبارك المتحافي. ناصر عمه خبوه ناصر قلت الرجال عطايع هذا اللي حلم جاهوي هذا. الو ابوي تعال ويانا، تعال تعال، مطلوب مطلوب ابوي مطلوب، دقيقه وحده خلاف لاحجين على لكن ما بيطير. هذا طالت عماركم ناصر بن سعيد هي المتعافي المنصوري. مبارك مبارك عمك، ها عمه والله يا جماعة الخير، عند عم يسوى نوم العين. هذا ما يصبر على الشمال عداله، أول من خاويته في لندن سنة 1987 طرت وياه في طائرة 78 طرت ويا عمه من مطار البحرين إلى مطار هيثرو على متن طائرة الكونكورد ويا عمك. عند طرت لا ماروم لابس وزارة فاني لعمه بياكلوني عياله. اي والله اي والله الله يحفظه ان شاء الله ويطول بعمره. سعيد يا ابو سعيد يا مرحبا مرحبا كيف حالك؟ يا مرحبا يا مرحبا براشد، كيف حالك؟ الله يسلم كيف انت؟ يا مرحبا يا مرحبا. نحن وين؟ شو يعني لك هالمهرجان السنوي؟ انت ترى والي كأنك انت يعني ابو المعرس. نحن في مهرجان مزاد لي ولد تمر، هذا الداعم العمود الفقري لنا كمزارعين اللي اسسوه معازيبنا ربي يطول عمارهم يدعمنا كمزارعين. هذه المهرجانات هي العمود الفقري لنا، مهرجان لي ولد مزاد الرطب، مهرجان لي ولد مزاد التمر. نحن وقفنا الموقف المشرف هذا بعد توفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم دعم قيادتنا الرشيده لنا كمزارعين. هاي المهرجانات هي اليوم انت تشوف اليوم عرس طافي تحظى بها الظفره، تجمع كافه المزارعين من انحاء دوله الامارات، نعم، عرض منتجاتهم بزينه النخبه اليوم للتمور، زينة الأخلاص والفرد وغيره، ما يشجع المزارعين أنهم يبتكرون في تغليف الإنتاج وطرق تسويقه، وأيضاً في المنافسة في العناية أنك ترفع الحجم والجودة. جوائز قيمة اليوم، جائزة الأول 150 ألف في النخبة ما شاء الله، نكلمك إن شاء الله مشارك بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. نحن ناموسنا هو ناموسك انت، ما يحتاج. نعم الله شاهد، انت اكبر ناموس، انت انت من 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 ينتهض اسمك تنتهض السوشيال ميديا كلها. يا رب يسلمك. كل طال عمرك طال عماركم سعى في السوشيال ميديا من خلال تجاره او دراسه او بيع او مشترى لتحصيل الماده. الا الشخص هذا كرس حياته طال عماركم لخدمه المجتمع وخدمه ابراز الموروث اللي خلفوه الاجداد على هالبلاد من نخل. هذه وسائل نستغلها ابو محمد، جزاك الله الجميل، نستغلها بحد الايجابي، ننشر ثقافه الزراعه، نشجع عليها، نغرس نغرس حب العادات وتقاليد دوله الامارات ونمثل البلهوية الاماراتية بالجيل الصاعد. الله يبارك فيك. لذلك انا دوم يسعدني ودوم اقول لكم مستحيل اني اي ما انشر حساب هذا النابغة. طالت عماركم ما بالله في عرف نابغة، ما بالله في رمسة، قول وفعل وكرم ومريل ومعنى وطير وهدد وبر وبحر في كل أمور الدنيا. فلذلك أنا فخور أن يكون أحد أبنائنا البارين الله يحفظه أبو سعيد راشد بن حادة المرر. راشد نبت عرفنا شو عندكم المحل حين. نعم عصر نحن العادة أنت ماشي خالصة المنتجات من المغرب خالصة ما شاء الله، لكن باقي فيها الخير. هذا صنف نهوي من صنف اماراتي. نعم
هذا صنف من النوادر اللي تأكل في المخبز الزينة وبعض الأصناف، ولكن كان ودنا تينا العصر والثلاجات والمنتجات موجودة. إيه نعم، خلت الدنيا خلت. نحن دائما ست المغرب تكون المنتجات خاصة. ما شاء الله. هاي الونان تبارك الرحمن، هاي الدحسين من الأصناف الممتازة. ما شاء الله ما شاء الله. من تميز بها في إنتاج المزرعة. تبارك الرحمن. هذا الشيشي تبارك الرحمن. الله يبارك لك ان شاء الله، تستاهل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كل ثمانيه مزرعه ليناها اللي صحيح. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تستاهل كل خير. المهم هذا تمركم طالت اعماركم بدال المره ألف مره. هذا في الانستغرام وفي السناب وفي الواتساب للطلبات، كل انواع الرطبان الموجوده في الكون عندهم جميع انواعها بافخر انواع تحت مسؤوليتي انا. اسعار الاسعار مناسبه وأجود ما في السوق، هذا هو اللي عندهم، اللي عند الشركة هذه تمركو من شركات المواطن. شاب ما شاء الله عليه راشد الله يحفظه، شخصية مميزة محبوبة عند الناس كلها، الله يوفقه. وهذا هو ما شاء الله وياه ويا الشيخ حمدان بن زايد مثل رئيس الدولة. وهذا قبل أول صورة في أول مهرجان للرطب في 2003 ما شاء الله. كنت جاي المركز التاسع قال يسلم على أهلك وأشوفك في مراكز افضل من هالمراكز. هاي وصيت اللي اليوم في روسنا عقب وصيت زايد الله يطول العمر ان شاء الله ويغفر لزايد، يخلي محمد ان شاء الله واخوانه، ويخلي ان شاء الله حمدان وعيالهم وذريتهم مجمعين يا رب العالمين، ويحفظك يا ابن حاده. وانا سعيد بهالشوف، الله لا خلانا منك. شوفتكم شرفنا ابو محمد، الله يطول بها قدر، الله لا خلانا منك عزيز وغالي، الله لا خلانا منك. بفضل بعد الله سبحانه وتعالى بدعم مثل هذه المواهب ودعم هذه المشاريع، تستاهل 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 كل طيب.